إن شاء الله. احنا بالنسبة لنا اقترب موعد النوم. في أي مكان؟ أنا الآن في مسقط، احنا الآن عندنا عمان؟ الساعة 10. سبحان الله، 4 ساعات فرق. نعم، مع مسقط ودبي 4 ساعات، عندنا عشرة وسبع دقائق الآن. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدأت أبارك للحضور الكريم وللضيوف الأعزاء هذا الشهر الفضيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يرزقهم الإيمان والتقوى. ثم أرحب بالحضور أيضا الطلبة الدكاترة والضيوف جميعا، سائل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد. كما عهدت في ذلك المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، وفي إطار التعريف بالمصرفيات الإسلامية ومستجداتها، جاء هذا اللقاء تحت عنوان مستقبليات العلاقة بين المصرفية الإسلامية والأوقاف. فمن طبيعة الحال أن الدارس للحضارة الإسلامية يقف معجبا بدور الأوقاف في المساهمة في صناعة الحضارة الإسلامية والنهضة الشاملة للأمة، وأن يعني من يقرأ التاريخ الوقف لا يجد أنه يشمل مختلف جوانب الحياة، من الجامعات والمستشفيات إلى الأوقاف الخاصة بالحيوانات، بل إلى الأوقاف على الأواني التي تنكسر بأيدي الخادمات. فيعني بدا هنا جليا الدور الكبير الذي تلعبه الأوقاف عبر التاريخ الإسلامي في البناء الحضاري والتنموي، ومن يعني وتلبية حاجات المجتمع ودعم البرامج النافعة لعموم الناس. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني تعد المصارف الإسلامية الآن أحد أهم المؤسسات المصرفية التي لها تأثير على مختلف مكونات النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثيرها البالغ على الجوانب الاجتماعية وحتى البيئية للحياة البشرية. فجاءت هذه الندوة المباركة لتقارب مستقبل العلاقة بين هذين الطرفين، بين المصرفية الإسلامية والأوقاف، ولتبين الدور الذي يمكن أن تقوم به المصارف الإسلامية في استثمار أموال الوقف والنهوض للمؤسسات الوقفية وخدمة للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. ويطيب لنا أن نستقبل ضيفا عزيزا هو الدكتور محمد فخري سويلح، وهو دكتور حاصل على دكتوراه في القانون الخاص والرئيس التنفيذي لمؤسسة أحسن للمحاماة والاستشارات القانونية تحكيم، وهو محامي شرعي ونظامي ومدير تدقيق شرعي لمصرف أبو ظبي الإسلامي سابقا، وخبير مصرفية إسلامية ومحكم تجاري معتمد ومدرب دولي معتمد أيضا، وهو رابطة علماء الأردن وعضو جمعية الخبراء المصرفيين في الأردن. فمرحبا فضيلة الدكتور سيدي محمد فخري، ونحن باللقاء معك، وأترك لك كلمة لتفصل القول في هذا الموضوع في مستقبل العلاقة بين المصرفية الإسلامية والأوقاف. إليكم الكلمة سيدي محمد فخري. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أنبيائه الذين اصطفى، وبعد، بداية الشكر موصول للمركز المغربي للاقتصاد التشاركي على هذه الاستضافة، وللذوات الكريمة الذين أتشرف أن أكون معهم في هذا اليوم، سواء المشاركين لي في الندوة أو السادة الحضور، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها ما ينفع ويفيد، وأن يكون فيها استشراف للمستقبل في طبيعة العلاقة بين المصرفية الإسلامية والأوقاف. واقع الحال أن المصرفية الإسلامية والأوقاف حتى وقت قريب لم تكن هناك علاقة وترابط حقيقي فيما بينهما إلا فيما يتعلق بفتح حساب للوقف لدى مؤسسة مصرفية إسلامية، لكن الأمر خلال الـ20 سنة الماضية بدأ بالتغير وأخذ منحا جديدا في طبيعة العلاقة ما بين المؤسستين.
وهذا يدعونا عند النظر إلى مستقبليات العلاقة أن ننظر في إطارين، الإطار الأول إطار التشخيص لواقع المصرفية الإسلامية والأوقاف، والإطار الثاني إطار المستقبليات لهذه العلاقة بين المصرفية الإسلامية والأوقاف. قبل أن أبدأ بالتوصيف لابد لنا أن نشير إلى أن مؤسسات المالية الإسلامية 4 مؤسسات أساسية ومجموعة من المؤسسات المساندة. أما المؤسسات الرئيسية 4 فهي المصارف الإسلامية، مؤسسات التأمين التكافلي، المؤسسات الوقفية ومؤسسات الزكاة، ثم المؤسسات المساندة كأسواق المال، مؤسسات التصنيف، مراكز التحكيم وغير ذلك من المؤسسات التي تساند هذه العلاقة بين هذه المكونات الأربعة للمالية الإسلامية ومؤسسات الاقتصاد الإسلامي في دائرة المالية الإسلامية. عند النظر إلى الجغرافيا الامتداد للمصرفية الإسلامية وللوقف نجد أنها تمتد عبر جغرافيا واسعة جداً على مستوى العالم. اليوم المصرفية الإسلامية بدأت في دبي ثم هي اليوم موجودة في القارات الخمسة، والوقف بدأ في المدينة المنورة ثم هو أيضاً اليوم موجود في القارات الخمسة، وبالتالي نحن ننظر إلى مسطح جغرافي يتبعه تغير في الأنظمة القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحتى الدينية عندما نتكلم عن الأوقاف وعن المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية، إذ أن جزءاً منها موجود اليوم في بلاد الغرب محكوم بطبيعة تشريعات وثقافات وأديان مختلفة عن تلك الموجودة ضمن البيئة العربية والبيئة الإسلامية. دعونا نعرف المصرفية الإسلامية ثم نعرف من بعدها الوقف حتى نقف على طبيعة الدور الذي تقوم به كل من المؤسستين. المصارف الإسلامية عبارة عن مؤسسات مالية تسعى لجمع الأموال من المدخرين وإعادة توظيفها من خلال قنوات تمويل واستثمار مقبولة شرعاً بقصد الحصول على الربح وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، أو هي مشروع رسالي يتبنى الإسلام في جانبه الديني والاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة المال وتلبية حاجات المودعين والمتمولين والمستثمرين وفق صيغ مقبولة شرعاً. في الجانب الآخر الوقف هو مؤسسات مالية إسلامية يحبس بها أصل المال الموقوف ويسبل ريعه على جهة بر معينة أو قابلة للتعيين خاصة كانت أم عامة، وبالتالي أنا في المؤسستين أتعامل مع أموال، أتعامل مع مصادر أموال واستخدامات لهذه الأموال. هنا الأموال تستثمر وهنا أيضا الأموال تستثمر، لكن الجزء الذي يستثمر فيما يتعلق في المالية الإسلامية في الأوقاف الإسلامية هو الجزء الخاص بالريع ولا يمتد إلى الأصل إلا استثناء. في أطراف النشاط الوقفي، في النشاط الوقفي لدينا الواقف طرف من الأطراف، لدينا المال الموقوف أيضا طرف، لدينا الموقوف عليهم أي المستفيدون من النشاط الوقفي طرف، لدينا متولي الوقف أو الناظر أو الوكيل حسب بعض التسميات طرف أيضا في العلاقة، ولدينا حجة أو صك الوقف الإطار التنظيمي لهذه العلاقة، ولدينا ولي الأمر وأصحاب المصالح المشتركة أصحاب العلاقات الأخرى غير المذكورين سابقا في العلاقة مع الوقف. في مالية البنك الإسلامي نجد أن مالية البنك الإسلامي تتكون من عنصرين أساسيين، أموال الغير وأموال المساهمين أو ما يسمى بالأموال الذاتية. في أموال الغير لدينا ما يسمى بحسابات الأمانات مثل الحسابات الجارية، لدينا حسابات المضاربة كحساب التوفير وحساب لأجل أو حساب تحت إشعار حسب التسميات من بلد إلى آخر ومن بنك إلى آخر، ولدينا حسابات الوكالة بالاستثمار. في الأموال الذاتية لدينا رأس المال المقدم كرأس مال للبنك الإسلامي، لدينا الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة، هذه تسمى بالأموال الذاتية. في الجانب الآخر مالية الوقف، مالية الوقف تتكون من المال الموقوف المحدد في صك الوقف وما يلحق به نتيجة الإضافة أو رسملة العائد وحسب شرط الواقف، وهذه المالية تتكون من مجموعة مفردات ومجموعة عناصر.
المفردة الأولى والأكثر شيوعاً وعبر التاريخ تاريخ الوقف كانت العقارات، سواء كانت أراض موقوفة، أراض بيضاء، خلاء، أو مباني للسكنة أو حوانيت أو ما يلحقها. الصنف الآخر من مالية الوقف كان عبارة عن منقولات. النوع الثالث كان عبارة عن المنافع، منافع العقارات أو منافع المنقولات. النوع الرابع من مالية الوقف ما يسمى بالحقوق، سواء كنا نتكلم عن ملكية فكرية، حقوق امتياز، ما شابهها، كذلك حقوق الارتفاق، هذه كلها تقبل الوقف ويجوز أن تكون جزءا من مال الوقف. أيضا النقود، النقد السائل المسكوك، هذا يقبل أن يكون جزءا من مالية الوقف. أيضا إذا نظرنا للمعيار الشرعي سنجد أنه ذكر أشكالا أخرى من مالية الوقف، ذكر الأوراق المالية كالأسهم، ذكر الشركات والحصص بها، ذكر الحصص في صناديق الاستثمار، وذكر الأموال المجنبة التي يجوز وقفها، وذكر أيضا من في التطبيقات لدينا وقف الأعمال والقدرات الذهنية، كأن يقف مهندس أو طبيب أو محامي جزءا من وقته أو قدراته لمنفعة فئة من الناس. طيب، هذا بيقودنا أنه ننطلق نحو تشخيص واقع الوقف وواقع المصرفية الإسلامية حتى نجد الروابط فيما بينهما، ثم ننطلق نحو المستقبليات. في البعد التاريخي نجد أن الوقف يزيد عمره عن 1400 عام، بينما في المصرفية الإسلامية نجد أن عمرها لم يصل لغاية الآن حتى 50 عام. إحنا بنتكلم عن عام 75 كبنك دبي الإسلامي في الإمارات، ونحن اليوم عام 2023، هو تقريبا 47-48 سنة. هذا أقدم بنك إسلامي ما زال قائما وذا تجربة، وقس على ذلك بقية التجارب التي بعضها حديث عمره لا يزيد عن 5-10 أعوام. في الانتشار الجغرافي كما أشرنا في الخارطة، الانتشار الجغرافي للوقف كان يمتد حيثما وجدت الدولة الإسلامية، فلكم أن تتخيلوا الدولة الأموية أين امتدت، الدولة العباسية، وانتهاء بالدولة العثمانية أين امتدت، في آسيا، في إفريقيا، في أوروبا، هذه كلها وجدت بها أوقاف. اليوم مع انتشار المسلمين أيضا نجد في أمريكا، نجد في أستراليا أيضا امتداد للأوقاف، ونجد أيضا امتداد للمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى مثل شركات التأمين والمصارف الإسلامية. تشخيص أيضا نجد أن الوقف ما زال مبعثرا، ما زال في أغلبه غير مسجل كصكيات وقف، ما زال غير محدث في البيانات وفي النشاط التشغيلي، وما زال ريعه محدودا مع النظر إلى حجمه، لأن حجم الوقف المرصود حتى عام 2018 تجاوز التريليون و300 مليار. بالمقابل المصرفية الإسلامية نجد أنها مؤسسات منظمة محكومة بقواعد تنظيمية وتشغيلية، تتعامل بالتقانة، لديها أنظمة حاسوبية متقدمة، تتعامل بالعلوم الحديثة، لديها تحليل مالي، لديها أرشفة، لديها ضبط، لديها أدوات تعمل من خلالها، لديها أقسام إدارة مخاطر، تحليل ائتماني، لديها أقسام امتثال، لديها كل ما يمكن أن تصوره من تقنيات تخدم العمل المالي الإسلامي، وموجودة في الغرب، تم نقل التجربة فيها إلى المصرفية الإسلامية على خلاف ما هو موجود في عموم الوقف. أيضا في تشخيص الواقع نجد أن الوقف في أغلبه ما زال وقفا عقاريا، في المقابل نجد أن البنوك الإسلامية لديها محافظ مختلطة، فيها عقارات وفيها منقولات وفيها جزء نقدي فيها جزء منافع، بالتالي احنا بنتكلم عن أصول متنوعة ومحفظة استثمارية متنوعة. أيضا في التشريعات نجد أن تشريعات الوقف حتى وقت قريب كانت ضعيفة أو غائبة أو غير محدثة أو غير مكتملة، ولا تلبي طموح وحاجات الوقف كما هو يجب عليه، كما هو يجب أن يكون عليه الحال. بالمقابل نجد أن التشريعات المصرفية أكثر تطورا، أكثر انضباطية وصرامة، أكثر شمولا وإكمالا لصورة العمل من ألفه إلى يائه. أيضا في تشخيص الواقع نجد أن الوقف
يدار في أغلبه من أشخاص غير محترفين غير مهنيين، إنما هو واقف تولى نظارة هذا الوقف نيابة عنه ناظر أو مجموعة من النظار، أداروا هذا المال بطريقة بدائية، خاصة إذا بنتكلم عن أوقاف عقارية، نتكلم عن عملية تأجير بسيطة، جمع الأجرة، توزيع هذه الأجرة على مستحقيها بعد خصم بعض التكاليف مثل تكاليف الصيانة والإدامة وغير ذلك من الأمور المطلوبة لعملية التشغيل. في المقابل نجد أن المصارف تدار من قبل فرق محترفة، الأعمال موزعة فيما بينهم، بتتابعوا آخر التقنيات، آخر الأبعاد المالية، بتتابعوا التصورات وحركة المال كيف تكون، لديهم القدرة والمغامرة والرغبة في المغامرة والبحث عن استثمارات ذات جدوى، وبالتالي العقل الاستثماري أو العقل الذي يدير الوقف في طبيعته وتكوينه مختلف عن العقل الذي يدير المصرفية الإسلامية أو المصرفية بشكل عام. أيضا في تشخيص الوقف، تشخيص الواقع، تشخيص الوقف والمصارف الإسلامية، نجد أن الوقف يبحث عن عائد اجتماعي وبيبحث عن تلبية حاجات اجتماعية ولا ينظر للربحية باعتبارها متطلبا أساسيا أو هي الهدف الأول والأخير بالنسبة لهذه المؤسسة، بينما نجد أن البنوك أو المصارف الإسلامية تبحث عن عائد الربحي باعتباره هو المتطلب الأساسي، لأن البنوك تعيش تحت عنوان ضرورة توفير عائد مناسب بعد خصم التكاليف التشغيلية يوزع هذا العائد على المودعين وعلى حملة الأسهم، وبالتالي دائما العاملين في قطاع البنوك والمصارف الإسلامية هاجس الحصول على الربح المنافس هو هدف رئيسي بالنسبة لهم، وبالتالي احنا في قطاع البنوك يبحثوا عن تقديم خدمة مميزة، يبحثوا عن إدارة مخاطرة بشكل معقول، يبحثوا عن توزيع عوائد ربحية مقبولة، ويبحثوا أيضا عن المشروعية في قطاع البنوك الإسلامية، بينما في الوقف يبحثوا عن عملية إدامة بسيطة وتلبية الحاجة الاجتماعية التي تم تقديم الوقف لأجلها. هذا بيقودنا بعد التشخيص إلى أن نتكلم قليلا عن المستقبليات. المستقبليات يا إخوة يعني في مجموعة يعني مؤشرات تقودنا نحوها، بدأت بالظهور اليوم في بلد أو آخر، بدأت بالتشكل اليوم، بدأنا نجد أن القوانين التي كنا نقول نصفها قبل قليل بأنها ضعيفة، اليوم هذه القوانين بدأت بالتطور والتحديث، اليوم في عندنا مدونة وقف في المغرب تعتبر مدونة متقدمة، لدينا قانون في الإمارات يعتبر متقدم، لدينا في السعودية مجموعة من الأنظمة القانونية تعتبر متقدمة، في العديد من الدول العربية والإسلامية كذلك الحال في تحديث ومراجعة للتشريعات الوقفية بشكل أو بآخر. هذا الأمر بدأ يعزز قدرات الوقف على أنها تنتقل هذه المؤسسات من حالة التعطل وحالة الجمود إلى حالة أكثر مرونة وأكثر حيوية وأكثر قدرة على الحركة. أيضا فيما يتعلق بالضوابط الشرعية، اليوم المؤسسات الوقفية كان ينظر لها سابقا على أنها أصل محبوس وريع مسبل على مصارف الموقوف عليهم، حاجات الموقوف عليهم، وينظر إلى صك الوقف باعتباره هو القانون والدستور الذي ينظم العلاقة الوقفية فيما لا يخالف الأحكام والضوابط الشرعية، بينما اليوم بدأنا نجد أن هناك مراجعات على كامل الإطار الشرعي فيما يتعلق في الأوقاف. اليوم بعد هذه المراجعات أصبحنا نرى أن هناك أوقاف نقدية، أصبحنا نرى الأوقاف من الأموال المجنبة، أصبحنا نرى الأوقاف في الأسهم والصكوك، أصبحنا نرى الكثير من الحالات التي لم تكن موجودة لدى من سبقنا قبل 40 و50 سنة حتى على الأقل. أيضا بدأنا نسمع عن شيء جديد اسمه الوقف المؤقت، هذا يخالف النظرة السائدة التي كانت تقول أن الوقف موجود على التأبيد، بينما اليوم لدينا الوقف أصبح مقبولا أن يكون هذا الوقف مؤقتا. أيضا في الإطار الضوابط الشرعية يكفينا اليوم أن نرى أن هناك مراجعة على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومن ضمنها معيار الوقف السابق
والذي الآن حدث وصدر معيار شرعي جديد للوقف يضبط أعمال الوقف، وهو من المعايير التي يعني توصف بأنها معايير رائدة تلبي حاجة الوقف. وهذا المعيار لوحده يحتاج إلى جلسة لمدارسته والنظر فيه واستخلاص ما فيه من فرص وإمكانات حتى يتطور الوقف ويتقدم. أيضا في إطار المستقبليات، بعد قرار مجمع الفقه الإسلامي عام 2009 فيما يتعلق بإعمار الوقف والمرافق العامة من خلال عقد البي أو تي، بدأنا نجد أن الأوقاف بدأت تتجه نحو عملية إعمار الأوقاف المعطلة. إعمار الأوقاف المعطلة فيما سبق لدى السلف كانت تتم بأدوات لا تتجاوز حدود الإجارة وتفرعاتها والهيكلات التي تقوم على الإجارة، باعتبار الإجارة تبقي ملكية الأصل لدى الواقف والمنفعة لدى الموقوف عليه أو لدى المستثمر الذي يقوم بتطوير وإعادة إعمار وتشغيل الوقف. بينما اليوم بدأنا نجد أن الأوقاف بدأت تتقبل أن يكون هناك إعادة إعمار لها من خلال عقد البي أو تي، من خلال عقد المشاركة، من خلال المرابحة، من خلال المضاربة، من خلال الهيكل المالية. هناك كثير من الفرص التي بدأنا نراها تقبل أن نكون أمام ما يمكن وصفه بأنه إعمار حصيف يقوم على أسس استثمارية حقيقية. أيضا في المستقبليات بدأنا نجد أن الأوقاف بدأت تتقبل فكرة التنميط وفكرة نقل التجربة من المؤسسات التي سبقتها في الأداء الأفضل واقتناص فرصة تطبيق أفضل التجارب المالية على مستوى المحيط أو على مستوى الصناعة. وبالتالي بدأنا نجد أن الأوقاف خلال الخمسة أو العشرة سنوات الماضية بدأت تنقل تجربة إدارة المخاطر إلى الوقف، بتجربة الحوكمة إلى الوقف، تجربة الامتثال إلى الوقف، تجربة الإدارة الائتمانية إلى الوقف. بالتالي هذه نقل التجارب من قطاع المصرفية الإسلامية وجعلها ضمن دائرة الأوقاف، هذا بدأ يوسع الأفق لدى العاملين في الأوقاف، يوسع الأفق لدى هذه المؤسسات الوقفية. وبالتالي بدأت النظرة إلى الأوقاف تختلف شيئاً فشيئاً عما هو عليه في السابق. أيضاً المسألة الأخرى، أن الأوقاف فيما سبق كانت من حيث تشغيل القوى العاملة في أدنى مستوياتها، كنا نرى ناظر وقف واحد، اليوم صرنا نرى مجلس متولي وقف أو مجلس نظار للوقف أو مجلس وكلاء. أصبحنا نرى اليوم مدير تنفيذي للوقف يتبع مجلس النظار. أصبحنا نرى دوائر، دائرة هندسية ودائرة مالية، ونرى قسم بحوث وقسم تتبع، ونرى قسم استثمار، والقسم الاستثمار أيضا بدأ بالتوسع، صار عندنا قسم استثمار في الأدوات المالية، قسم استثمار عقاري، قسم استثمار في الشركات وهكذا. وبالتالي إحنا اليوم في عندنا أصبح تشغيل لقوى عاملة أكثر مما هو عليه في السابق، وبالتالي هذا بيحل جزء من مشكلة البطالة. كذلك الحال عندما نتوسع في عمليات الإعمار، أيضا نحن نستقطب جزء من القوى العاملة التي يمكن أن تعمل وتشتغل في عمارة الوقف. أيضا المسألة التي يعني نراها بدأت يعاد النظر فيها وتنطلق نحو المستقبل في التجربتين، اللي هو النظر إلى تفعيل البعد الرسالي للمؤسستين، وأنا هنا معني أكثر فيما يتعلق في الوقف. اليوم الوقف بعد فترة الاستعمار التي جعلت الأوقاف في حالة سبات وتعطل، اليوم الأوقاف بدأت تنفض الغبار عن نفسها وبدأت تستعيد دورها الرسالي. بدأنا نبحث في كتب السلف فنجد أن تجربة السلف فيما يتعلق بالأوقاف متقدمة اجتماعيا وتنمويا عما هو موجود الآن. بدأنا نستعيد هذا البعد تحت عنوان رسالة الوقف فيما يتعلق في العملية التنموية والتكامل مع بقية القطاعات. اليوم ينظر إلى الوقف على أنه مؤسسة رديفة للقطاع العام وللقطاع الخاص، وبالتالي البعد الرسالي للأوقاف بدأ يستعاد شيئا فشيئا. المسألة الثامنة فيما يتعلق في المستقبليات، أيضا الربط مع الاقتصاد الحقيقي. الاقتصاديات الوقف فيما سبق لم تكن تتجاوز تأجير العقار سواء للسكنة أو لحانوت أو
إصلاح المزرعة وزراعتها والغراس فيها وقطف الثمر وبيعه في السوق. وبالتالي إحنا بنتكلم عن قطاع زراعي وقطاع إسكان أو قطاع يعني عقاري إسكاني، محدودات دون عائد حقيقي على الاقتصاد، على الاقتصاد الحقيقي للدولة وللمجتمع. بدأنا اليوم نرى تغير في حالة العلاقة مع الاقتصاد الحقيقي. اليوم في عندنا أوقاف زراعية، لدينا أوقاف صناعية مرتبطة باستثمارات في القطاع الصناعي، في القطاع الاجتماعي، في القطاع التجاري، في قطاع النقل، في قطاع الطيران، في قطاع الطاقة. كلها بدأنا نجد فيها استثمارات ونجد فيها وقفيات، وبالتالي اليوم في ربط ما بين مؤسسة الوقف وما بين مؤسسات القطاع الاقتصادي الحقيقي التي يعني تفيد الدولة وتفيد المجتمع. هذا أيضا بيقودنا إلى أنه الوقف عندما بدأ يرتبط أكثر فأكثر مع الاقتصاد الحقيقي، بدأ يدعم القطاعات النوعية داخل المجتمع، بدأ يبحث عن الاحتياج، يبحث عن الفرص بشكل حقيقي، وبالتالي بدأ يدعم القطاعات النوعية. يوم القطاعات النوعية بدأ الوقف يشتغل في قطاع التعليم، في قطاع الصحة، في قطاع الطاقة، في قطاع الزراعة، في قطاع العقار، في قطاع النقل بكل أشكاله. وبالتالي اليوم الوقف وين في قطاعات حيوية نوعية يمكن أن يدعمها ويستفيد منها، بدأنا نجده يكون في هذا الاتجاه. كذلك الحال الوقف بدأ ينوع المحفظة الاستثمارية سواء من حيث القطاعات أو من حيث الاستحقاقات الزمنية، بمعنى لديه أدوات استثمار قصيرة الأجل سريعة السيولة، ولديه أدوات متوسطة، ولديه أدوات طويلة الأجل. بينما في السابق كنا لا نرى الوقف إلا في القطاع العقاري، وهو قطاع يعتبر طويل الأجل وليس سريع السيولة. أيضا بدأ هناك في تخصصية في الموارد البشرية التي تعمل في الوقف. الوقف كان فيه ناظر واحد يحكم برأي واحد، بدأ فيه عندنا مجلس نظار. مجلس النظار في السابق أيضا كان هذا مجلس النظار يكون من فئة من إما من التجار أو من أهل الواقف، ممكن من أبنائه وإخوانه أو من ذريته بالتبع، لكن اليوم شيئا فشيئا بدأ يدخل على مجلس النظار أشخاص ماليين، بدأ يدخل أشخاص مستثمرين، تجار، قانونيين، شرعيين، وبالتالي لدينا أصبح تخصصية. كذلك الحال في الهيكل والجسم، جسم المؤسسة الوقفية، كذلك الحال هناك تخصصية في الموارد البشرية. هذا بيقودنا أيضا إنه الوقف بدأ يطبق ما يسمى بالجي آر سي، الجفرنس والريسك مانجمنت والكومبلاينس. إذا الوقف لما بدأ يطبق أدوات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، أصبح نوعيا في أدائه وفي الرقابة على أعماله، وبدأ يصبح مماثلا أو شبيها فيما يتعلق بعمليات الحوكمة التي تمارس في القطاع المصرفي البنكي. بالتالي نحن في ارتقاء في التجربتين، وفي ارتقاء في تجربة الوقف أكثر حتى تكون متقاربة ومماثلة لما هو عليه في القطاع المصرفي. كذلك الحال أصبح لدينا هياكل تنظيمية وتوصيف للوظائف. اليوم إحنا بنزور المؤسسات الوقفية ونقدم استشارات لها، تجد إن هناك هيكل تنظيمي، تجد هناك لكل وظيفة لديها وصف مبين فيه الصلاحيات، مبين فيه المسؤوليات، مبين فيه الترابط التنظيمي لمن يتبع هذا الموظف، التقييم كيف بيتم، مؤهلات هذه الوظيفة، الجدارات المرتبطة بها، كل ما يتعلق بوصف الوظيفة هو موجود ضمن هياكل هذه المؤسسات الوقفية. وبالتالي هذا فيه بشكل حالة ارتقاء نحو المؤسسية الحقيقية كما هو الحال في المصرفية، وتحديدا المصرفية الإسلامية. هذا أيضا بيقودنا لحالة من المستقبليات التي بدأت اليوم بالتكون لدى المؤسسات الوقفية، أنه البناء المالي للمؤسسة الوقفية بدأ يبنى على أساس الربحية والتكلفة. إذن أنا صار ينظر للمؤسسة الوقفية كمركز مالي مستقل عن غيره، عن الأطراف الأخرى، وينظر لها على أساس الربحية والتكلفة، كم بكلفني التشغيل وإيش العائد اللي راح أحصله من عملية التشغيل. وبالتالي أنا صرت أشوف إنه هذه المؤسسة تربح أو تخسر. طبعا هذا يا إخوة قد يكون مثلا من الأمور البسيطة اللي ممكن واحد يشوفها الآن، لكن لما أنا بنظر لوقفيات قديمة، الوقفيات القديمة كان بعضها عبارة عن شجرة نخيل موجودة ضمن 1000 شجرة.
تمام، وهذه الشجرة اليوم أصبحت في منتصف هذه المزرعة، هذه أصبحت تشكل عبء، أو كانت دارا فأصبحت هذه الدار دارسة ومهجورة غير منتفع فيها. وهذا بيقودنا أن الأوقاف القديمة غير المنتفع فيها أنه يمكن التخلص منها من خلال عملية الإبدال والاستبدال والبحث عن وقفيات جديدة مماثلة أو أفضل مما هو موجود عليه الحال الآن أو سابقا. وبالتالي أنا المركز المالي، مركز الربحية والتكلفة، أصبح جزءا من العقلية التي تفكر في طريقة إدارة الوقف والنظر إليه كما هو الحال في البنوك. البنوك لما بيكون عندها فروع بيكون عندها إدارات تنظر لكل فرع منفصلا ولكل إدارة منفصلة كمركز تكلفة ومركز ربحية مستقلة عن بقية الفروع والدوائر فيه. فإذا كان هذا الفرع فرع سين خاسر ولا والعمل فيه تشغيله غير مجدي، يمكن إقفاله والتجاوز عنه إلى فرع آخر أو إدارة أخرى. وبالتالي مركز التكلفة هذا أصبح يشكل يعني جزءا من عملية التفكير وعملية تكوين الرؤية تجاه الأوقاف. أيضا هذا بيقودنا يا إخوة أن الأوقاف اليوم بدأت تتجه نحو الشفافية والإفصاح. سابقا حتى صكيات الوقف، حتى الأوقاف جزء منها ما في صكوك مكتوبة، جزء منها كان شفاهة، أو جزء منها أوقف هذه الأرض، طب على من توقفها غير واضح، لأي درجة إذا كان أنت أوقفتها لأي درجة من الذرية غير واضح، طبيعة الاستخدامات، هل هناك استثمار، كيف تحدد أجرة الناظر، التفصيلات هذه كلها لم تكن موجودة. طب ما هو عائد الوقف؟ هذا غير معلوم. وبالتالي يا إخوة الفترة الماضية كلها كانت أموال الوقف المؤجرة والعقارات تحديداً كلها مؤجرة دون أجرة المثل. تجد هذا الحانوت أجرته في السوق 500 دولار على سبيل المثال، بينما الجزء العقار الوقفي أجرته 100 دولار. لأن ينظر إلى المال الوقفي كأنه مال خيري، مال مسبل للنفع العام، ولا ينظر له على أساس ربحي وعلى أساس تحقيق جدوى من عملية الاستثمار. إذن اليوم صار لدينا إفصاحات في طبيعة النشاط الوقفي، في تقارير تصدر لصالح الجهات الرقابية لصالح المجتمع، وهناك شفافية في طريقة الاحتساب، في طريقة العقود، في طريقة التعاملات المالية كلها، حتى تكون المسألة تتم بطريقة فيها وضوح وشفافية للجميع. أيضا في مستقبليات الوقف، وهذا أيضا فيه ارتباط مع المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى وخاصة وخصوصا المصارف، ما يتعلق بالصورة الذهنية، الصورة الذهنية أو الانطباع الذهني عن المؤسسة الوقفية فيما سبق أنها جمعية خيرية، وأن من يضع يده عليها يستطيع أن ينتفع بها. وبالتالي وجدنا نظار لا يقومون بأداء دورهم الحقيقي تجاه المؤسسة الوقفية، لدينا نظار أو واقفين حتى اعتبروا أن إدارة العقار لا تتم إلا بالتأجير حصرا، والعقار إذا عندما يؤجر عائده ينفق على الصيانة وينفق على الموقوف عليهم. اليوم الصورة الذهنية أن المؤسسات الوقفية يمكن أن تكون مؤسسات استثمارية حقيقية، وحتى تكون مؤسسات منافسة للبنوك. بالتالي هناك الآن في تصورات أن يكون هناك بنوك وقفية، وهذا سنتكلم عنه في خاتمة هذه الكلمة. أيضا يا أخوة خليني أشير لك سريعا، طالما معانا وقت يسعفنا أنه نشير لبعض المسائل. اليوم النظرة للاستثمار الوقفي بدأنا نرى فيها استثمارات مالية، سواء كنا نتكلم عن استثمارات في الأسواق المالية في الأسهم والصكوك، طبعا السندات محرمة، لدينا استثمارات في العملات، تجارة العملات، هناك انتظار لإصدار فتوى بالنسبة للعملات المشفرة، وفي جاهزية لدى بعض المؤسسات الوقفية أن تبدأ استثمارات العملات الرقمية والعملات المشفرة في حال الموافقة الشرعية عليها. لدينا بعض الجهات الوقفية لديها استثمارات في المعادن وبعض السلع. أيضا في العقار بدأ يتم التوسع في النظر إلى الاستثمار العقاري، هناك استثمارات في العقارات المدرة للدخل تشمل الشراء والبيع، التداول العقاري تشمل البناء والبيع، التطوير العقاري تشمل البناء والتأجير التشغيلي، تشمل الاقتناء والتأجير التشغيلي، تشمل الاستئجار وإعادة التأجير، وتشمل الشراء وإعادة التأجير المنتهي بالتمليك. أيضا
في مبحث آخر أو موضع آخر في الاستثمار العقاري لدينا ما يسمى بالتطوير وإدارة المحافظ العقارية في كل النشاطات السابقة، وفيها أيضا أن الوقف يقوم بواجب أو وظيفة الوكالة والإدارة بعمولة نيابة عن الآخرين. وهذا كما ترون على يسار الشاشة هناك ضوابط للاستثمار العقاري، يمكن طبعا المادة راح أبعثها إن شاء الله للإخوة حتى لمن يرغب أن يستفيد منها. هناك ضوابط يمكن يعني أو لابد من الالتزام فيها حتى يكون الاستثمار العقاري منضبطا وملتزما بالأحكام الشرعية. أيضا في الاستثمار المباشر بدأنا نجد بعض الأوقاف تستثمر استثمارات مباشرة في بعض الشركات الملكية الخاصة، لديها أسهم وحصص في بعض الشركات، لديها استثمارات في الشركات الناشئة ما يسمى بريادات الأعمال، لديها استثمارات في المحافظ والصناديق الاستثمارية سواء كنا نتكلم عن صناديق عقارية أو صناديق الريتس أو صناديق الوقفية، لدينا استثمارات تجارية أخرى مثل الاستثمارات في القطاع الزراعي الصناعي الخدماتي سواء كنا نتكلم عن الطبي والتعليمي، الطاقة والطاقة البديلة، الاتصالات، الاستثمارات التجارية وقطاع النقل. الصيغ طبعا التي يتم الاستثمار فيها إما الاستصناع، المشاركة، المضاربة، الإيجار التمويلية والتشغيلية، المرابحة، المغارسة والمساقاة والمزارعة، عقود البي أو تي، الصكوك الوقفية، الشركات الوقفية والأسهم الوقفية. طبعا الوقف اليوم بدأ ينظر إلى عمليات الاستثمار الوقفي باعتبار أن لها ضوابط، يعني المسألة لم تعد كما هو في السابق على تقدير الواقف. الواقف مرتاح لهذا الاستثمار كان يقدم عليه، غير مرتاح كان اللي يقدم عليه. اليوم احنا بننظر إلى الوقف من خلال عمليات الاستثمار وفق المثلث الذهبي للاستثمار، نتكلم عن إدارة سيولة وإدارة معدلات مخاطرة مقبولة، ونتكلم عن إدارة ربحية، وهذه الثلاثية بيتم خلق توازنات فيما بينها حتى أحقق ربحية للوقف وأحافظ على معدلات سيولة مقبولة ومعدلات مخاطرة أيضا مقبولة. أيضا هناك ضوابط فنية وقانونية ومالية للاستثمار الوقفي، هذه أيضا ذات صلة. هذه طبعا هذه الضوابط كلها موجودة في قطاع البنوك، يعني تم نقل التجربة فيها من البنوك إلى قطاع الأوقاف. ألا يؤثر الاستثمار على أصل الوقف سلبا من حيث الوجود والريع، هذه خاصة في الوقف لأن الوقف فيه حبس. أن يقع الاستثمار على الريع دون الأصل إلا استثناء بجواز أن يطال الاستثمار الأصل، أن يكون الاستثمار موثقا ماليا بما يتفق مع المعايير المحاسبية والمالية، هذه تشمل البنوك وتشمل الأوقاف، أن يكون الاستثمار مؤطرا بصيغة قانونية وموثقا بشكل صحيح. بدأنا نبني خارطة استثمار، صرنا الآن نتكلم عن استثمارات مجهولة النتيجة وغير مضمونة، نتكلم عن صعوبة في تحديد عائد الاستثمار بدقة باستثناء الاستثمار المقترن بعقود مداينات، مثل أني أنا أستثمر من خلال عقد مرابحة أو عقد استصناع، هذه عقود مداينات أنا بقدر أحدد معدل الربحية فيها، بينما بستثمر في عقود مثل المشاركة مثل المضاربة هذه لا أستطيع أن أحدد الربح إلا بعد تصفية المشروع ووقاية رأس المال. أيضا بدأنا نتكلم عن أن يكون الاستثمار في بيئة مخاطر مالية وسياسية واقتصادية وبشرية وطبيعية، مما يوجب البحث في الصيغ الأنسب بالإضافة إلى البحث في وسائل التحوط. اليوم نتكلم عن أوقاف تسألك عن وسائل التحوط لهذا الاستثمار، إيش الضمانات والفرص البديلة، نتكلم عن استثمارات ليست ذات طبيعة فورية وإنما تحتاج إلى فترة زمنية كافية حتى تؤتي ثمارها، باستثناء الأدوات السريعة اللي هي الاستثمار في الأوراق المالية، الاستثمار زي الأسهم أنا بستطيع أشتري وأبيع كل يوم، الاستثمار في العملات أنا بستطيع أني أشتري الدينار بالدولار والعكس وأبيع يوميا. أيضا صار هناك توجه لضرورة اختيار مجال الاستثمار، توثيق العقود والتصرفات، التنويع في جغرافيا الاستثمار، استثمر في بلدي وفي الإقليم وممكن استثمر خارج الإقليم. أيضا المتابعة الدائمة الفولو أب، لأنه وجدنا أنه واحدة من أكبر معوقات الوقف فيما سبق أن الوقف لم يكن يتابع بشكل صحيح. اليوم المتابعة للعمليات الاستثمارية ولمال الوقف أصبحت تجعله مجديا ومربحا حاله حال الموجود في البنوك. أيضا الالتزام بشرط الواقف باعتبار الوقف مقيد بشرط الواقف، اتباع الأولويات والمفاضلة بين طرق الاستثمار ومجالاتها ومراعاة العرف التجاري والاستثماري. أيضا بدأ الوقف اليوم في أغلب المؤسسات الوقفية الحديثة، لأنه إخوة في عندنا إحنا مؤسسات أو خلينا نحكي في عندنا أوقاف لا تتجاوز شجرة في مزرعة أو بئر ماء
ضمن محيط قرية، ولدينا أوقاف فيها 800 و900 مليون ريال على سبيل المثال. أنا مثلا طلعت على تجربة لأحد المؤسسات الوقفية، رأس مال الوقف فيها 800 مليون، تجربة أخرى كانت حدود 500 مليون، بالتالي إحنا نتكلم في مؤسسات ضخمة، وبالتالي أصبح هناك حاجة إلى العمل فيها على إدارة المخاطر الوقفية، هذه بتشمل المخاطر القانونية ومخاطر الامتثال، تشمل المخاطر التشغيلية والائتمانية، المخاطر الشرعية، مخاطر السمعة، مخاطر القوة القاهرة، مخاطر البشرية، المخاطر المالية والمحاسبية، مخاطر الانضباط، هذه اللي بتحدد وين مناطق الخطر اللي لابد من مراعاتها، مخاطر الأدوات الاستثمارية، وما يسمى أخيرا بمخاطر البلدان. هذه طبعا تشرح كل بند من بنود المخاطر. كذلك الحال فيما يتعلق بالحوكمة الوقفية، أصبح لدينا ضوابط للحوكمة الوقفية، بتبتدأ بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، الالتزام بشرط الواقف ما لم يخالف الشريعة، رعاية مصلحة الوقف والموقوف عليهم، الكفاءة وحسن الإدارة لنظر الوقف، تحقيق العدالة، وجود شروط النظارة وتشجيع النظارة الجماعية المؤسسية، المحافظة على عيان الوقف ونمائها، وجود سياسات وإجراءات ضابطة لعمل المؤسسة الوقفية، تحديد منافع ناظر الوقف ومتولي الوقف حتى أفصل ما بين المصالح، مصالح الناظر ومصلحة الوقف، منع تعارض المصالح لكل الشركاء، شركاء المصلحة، والشفافية في التصرفات والقرارات التي تتخذ لمصلحة الوقف. هذه يا أخوة ثقافة الحوكمة لم تكن موجودة سابقا في الوقف إلا في حدودها الدنيا، كانت موجودة في قطاع البنوك ثم تبعها قطاع شركات التأمين. اليوم المؤسسات الوقفية بدأت تجتهد أن يكون لديها دليل حوكمة، يكون لديها لجان حوكمة، تدقيق حوكمة، وبالتالي اليوم أنا الوقف عندي بيرتقي يوما فيوما وبيقترب من صورة المؤسسات المالية الحديثة حاله حال البنوك. أنا أختم بهذه الشريحة يا أخوة وأقول أنه أربع مستقبليات اليوم تنتظر الوقف، إذا توافرت بشكل جيد سيكون مواكبا للقطاع المصرفي الإسلامي. نحن اليوم بحاجة إلى ثورة أو مراجعة جادة في إطار الشريعة والتشريعات. نحن اليوم نحتاج أن نراجع كل ما يتعلق بالتشريعات والأنظمة القانونية ذات الصلة بالوقف حتى يكون مقاربا في صورته التشغيلية لحال البنوك الإسلامية. فيما يتعلق بالشريعة، أنا أعتقد أنه خطوتين استراتيجيات صاروا خلال العشرين سنة الماضية أو الخمس وعشرين سنة الماضية، الأولى الوقف النقدي، الثانية تأقيت الوقف، نحن ننتظر الثالثة ما يتعلق بعمليات الإبدال والاستبدال، لأن هذه هي ستتيح للمؤسسات الوقفية أو للدولة أن تضبط الوقف على أسس استثمارية حقيقية، نتخلص من الأوقاف المعطلة، الأوقاف غير ذات الجدوى، وننتقل إلى تجميعها أو الانتقال بمفرداتها نحو استثمارات أو أصول وقفية ذات جدوى بشكل حقيقي. المسألة الأخرى مسألة الرقمنة، اليوم البنوك كلها تتجه نحو الرقمنة، وكذلك الحال في الأوقاف، اليوم في جزء من الأوقاف بدأ يسجل على تقنية البلوكتشين، حيث أن يكون له يعني كودات توثق في صكية الوقف. كذلك الحال ينظر إلى عقود الاستثمار الوقفي وعقود العمليات أو المنصات الجماعية للاستثمار الوقفي من خلال تقنية البلوكتشين، كما هو الحال في نظرة البنوك جمالاً والبنوك الإسلامية تحديداً. أيضاً أنا أعتقد أنه خلال العشرية القادمة سيكون هناك في فرص حقيقية نحو توجه الكثير من الدول نحو تأسيس أو السماح بتأسيس بنوك وقفية، وبالتالي ستصبح الأوقاف منشئة للتجربة المصرفية كما هو الحال بالتجربة المصرفية الإسلامية القائمة حاليا، وهذه البنوك الوقفية أو المصارف الوقفية ستكون منافسة وذات جدوى حقيقية على صعيد عمليات التمويل والاستثمار ونفع المجتمع. بالمناسبة هناك البنك الوقف موجود في تركيا، هذا تجربة، هو بنك منتشر وصاحب فروع متعددة، وهذه تجربة يمكن الانتفاع فيها، استدراك الأخطاء الموجودة وتعميمها والانتفاع بها على مستوى الأمة. كذلك الحال الإعمار الاستثماري والتنموي، اليوم يا أخوة بقاء الوقف كما هو الحال عليه قبل 50 سنة فأكثر
اللي هو وقف عقاري وانتظر الأجرة منه، هذا ملف لابد أن يقفل. اليوم أنا أعتقد أن الوقف لابد أن يقبل على عمليات الإعمار على أسس استثمارية وأسس تنموية، بحيث يتم التشبيك بشكل حقيقي ما بين الأوقاف والقطاع العام والقطاع الخاص، مع مراعاة الضوابط الشرعية وخصوصية كل حالة من الحالات الثلاث التي أشرت لها. بهذا أنا أكون قد يعني أنهيت العرض الذي أعد حول العلاقة ما بين المصرفية الإسلامية والأوقاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت فيما قدمت، وأشكر مقدما يعني الإخوة الذين سيتداخلوا والإخوة المعقبين أو الشركاء في هذه الندوة على ما سيقدموه إن شاء الله تعالى، وينفعونا جميعا به. جزاكم الله خير على كل ما خصصتموه من وقت لي وعلى حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك وعليكم فضيلة السلام. الدكتور محمد فخري على هذا التشخيص الدقيق لواقع المصرفية الإسلامية وأوقاف، و يعني في تلخيص بسيط لما ورد في كلمة فضيلة الدكتور، فقد افتتح كلمته بتشخيص لواقع المصرفية والأوقاف، وعقد مقارنة بين الجهتين سواء من ناحية البعد التاريخي أو الانتشار الجغرافي أو من ناحية التشريعات القانونية والإدارة والأهداف، ليدلف بعد ذلك للحديث عن مستقبل الأوقاف من حيث طرقه أو من جملة من القضايا المتعلقة به، من حيث طرق جملة من القضايا المتعلقة به البيئة التشريعية والضوابط الشرعية ونقل التجارب من قطاع المصارف الإسلامية إلى دائرة الأوقاف كالحوكمة وإدارة المخاطر والشفافية والإفصاح، ليعقب بعد ذلك للحديث عن أدوات وأقنية الاستثمار المعاصرة والضوابط الفنية والقانونية وخارطة الاستثمار والمخاطر الوقفية ومبادئ الحوكمة الوقفية، ليختتم كلمته برباعية كما يمكن تسميتها، وهي منطلقات تتطلبها العشرية القادمة من أجل ريادة أو عودة لدور الوقف في الحياة الإسلامية، وهي من حيث التشريع والتشريعات والشريعة والرقمنة والإعمار والبنوك الوقفية. حتى لا أطيل إن شاء الله تعالى، أعطي الكلمة بعد فضيلة الدكتور سيد محمد فخري مشكوراً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، وأعطي الكلمة إلى فضيلة الدكتور سيد عز الدين فكري فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يسعدني كثيراً أن أكون مع المركز المغربي للاقتصاد التشاركي في هذه الامسيه العلميه التي ندعو الله ان يكون عملنا فيها خالصا لوجه الكريم، وكل عام وانتم بخير بمناسبه قدوم شهر رمضان المبارك، وخالص التحيه والتقدير لفضيله الدكتور محمد فخري صويلح على ما قدمه من اطلاله شامله حقيقه، و قدم لنا الموضوع بصورة كبيرة، وكما تفضل سعادته كل نقطة من النقاط التي أثارها ربما تحتاج إلى تفصيل بل إلى محاضرة مستقلة كما أشار سعادته. فالحقيقة الدكتور وضع لنا إطار شامل لمستقبليات الوقف في الفكر الإسلامي. نستكمل مع الدكتور، فبننطلق أنا بنطلق الحقيقة من الكلام عن الوقف من واقعنا المعاصر. ما لدينا في واقعنا المعاصر مشكلات اقتصادية عالمية تطال جميع الدول العالم ومنها دولنا العربية. لا يخفى على أحد ما يعانيه العالم من مشكلات في التضخم ومشكلات ارتفاع أسعار الفائدة وغيرها من المشكلات. هذه المشكلات تلقي بظلالها على ماذا يقدم الفكر الإسلامي أو الاقتصاد الإسلامي في هذه المواقف؟ وإذا نظرنا إلى الفكر الإسلامي فبالتالي نذهب إلى ما هي نظم الحماية الاجتماعية الموجودة في الفكر الإسلامي، ولدينا نظامان أساسيان للحماية الاجتماعية في الفكر الإسلامي. النظام الأول وهو نظام الوقف، والنظام الثاني النظام الأول طبعاً في الترتيب وهو الزكاة،
النظام الثاني وهو نظام الوقف. والزكاة وإن كانت أخذت حظها الأكثر سواء من حيث الدعاية أو الإعلام أو معرفة جميع المسلمين بأركانها وشروطها وضوابطها ونصابها وغيره، إلا أن الوقف ربما لم يأخذ نفس الحيز، ربما لأن الزكاة إلزامية وأن الوقف اختياري أو تطوعي. ولكن في ظل ما نعانيه الآن ربما أصبح هناك حاجة إلى دعم عملية الوقف ومساندة نشر الفكر الوقفي لما له من دور هام في دعم الدول في الوقت الحالي، ويوفر نظام حماية اجتماعية متكامل لأنه يساعد على معالجة المشكلات من ناحيتين، فهو من ناحية يجذب الأموال من الواقفين فبالتالي يحد من ظاهرة التضخم وتكدس الأموال، ومن ناحية أخرى يستثمر هذه الأموال في استثمارات حقيقية فبالتالي فهو يدعم المحتاجين وغيرها. الحقيقة لو نظرنا إلى الوقف يعني ننطلق من نقطتين. النقطة الأولى، احنا عندنا الأموال الوقفية الحقيقة بتنقسم عادة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول وهي أموال موقوفة للاستفادة منها في أعمال الخير زي المساجد ودار الأيتام ودار السكنة وغيرها، وهذه لا مجال للاستثمار فيها إلى حد كبير لأنها مرصدة لعمل معين. والنوع الثاني هي العقارات والأموال الموقوفة للاستثمار في الإنفاق على وجوه البر المختلفة، وهذه هي ما نقصد التوجه بها للتطوير في مستقبليات الاستثمار الوقفي. والنوع الثالث وهو ما ظهر حديثا وأشار إليه فضيلة الدكتور وهو وقف النقود، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي لعملية وقف النقود في قراره منذ فترة طويلة، وأصبح هناك لدينا وقف النقود موجود. حقيقة احنا عندنا أنها يعني في حدود الوقت المتاح نتعرض من جانبين، من جانب ما هي العلاقة المتوقعة ما بين المصارف الإسلامية ومؤسسات الوقفية، ولكن قبل الدخول في هذه النقطة الحقيقة أود الإشارة إلى ثلاث نقاط هامة عرضهم الدكتور تحتاج ربما إلى تركيز كبير، وهي أن الوقف لابد وأن ينظر إليه الآن على أنه مؤسسة، وكما أشار فضيلته هناك مؤسسات وقفية أصبحت موجودة بالفعل وتدار بطرق علمية، ولكن في نقطتين أساسيتين إن لابد من النظر إلى الوقف من زاويتين أساسيتين عند استثمار الأموال. هناك ضوابط شرعية لا يجوز الإخلال بها، وهناك معايير اجتماعية واقتصادية ومالية لاستثمار الوقف. فالحقيقة وضع محفظة للاستثمار الوقفي، يمكن كان مسجل معايا طالب رسالة دكتوراه في هذا الموضوع، تخطيط ورقابة الاستثمارات في الأموال الوقفية، وحاول باستخدام بعض النماذج الكمية أنه يضع نموذج أو تشكيلة بورتفوليو محفظة لاستثمار الأموال الوقفية بحيث يحقق توازن ما بين المعايير المالية والمعايير الاجتماعية والمعايير الاقتصادية، لأن الوقف طبعاً هو عمل خيري ولكن النظرة تغيرت الآن وأصبح لابد أن ينظر إليه، لأن هذه النظرة ربما كعمل خيري فقط ربما أدت إلى تهالك وضياع كثير من الأوقاف، مما ربما يحتاجنا إلى أن نحن ندخل في عمليات الإبدال والاستبدال وغيرها من النقاط التي تحتاج إلى نقاش طويل. ولكن هناك معايير، أنا لما أجي أستثمر في الوقف عندي ضوابط شرعية لا يجوز الحياد عنها ولا يجوز تجاهلها، وعندي معايير مالية اللي هي أخذ في الاعتبار المخاطرة والربحية والسيولة كما أشار فضيلته، وعندي معايير أخرى اجتماعية أن الوقف له دور اجتماعي لازم أخذه في الاعتبار زي الالتزام بالسلم الأولويات في الإنتاج وزي البعد عن المحرمات وغيرها من المعايير الاجتماعية الكثيرة التي نعلمها جميعا. ده اللي هو ما يتعلق بالنقطة. النقطة الثانية أن الوقف الحقيقة أصبح دلوقتي لدينا
الوقف ينظر إليه كأنه أو يجب أن ينظر إليه على أنه ذات شخصية معنوية مستقلة. لأن مال الوقف نيجي نتكلم عليه من وجهة نظر المحاسبية، معلش باعتباري محاسب وتركيزنا كتير على هذا الجانب، فبيكون الوقف مال الوقف هو مال خرج من ذمة الواقفين ولم يدخل في ذمة الموقوف عليه، فبالتالي فهو أصبح مال مستقل، له شخصية معنوية مستقلة، سميها في المحاسبة شخصية معنوية مستقلة، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هناك نظام محاسبي متكامل للوقف. هذا النظام المحاسبي المتكامل يشمل الأركان الأربعة للجوانب المحاسبية والمالية عندنا، وهي ما هي مصادر الوقف أو تنمية الوقف، ما هي استخدامات الوقف أو استثمارات الوقف، ما هي الإيرادات عفوا، وما هي النفقات. وبناء عليه يجب أن يكون هناك للوقف حسابات نتيجة أعمال تظهر الإيرادات والمصروفات، وقائمة مركز مالي تظهر الأصول والالتزامات ومصادر التمويل لهذه الأصول الوقفية. هذه الأمور نحن بحاجة إليها حالاً لتنمية وتنشيط الاستثمارات الوقفية. أما عن العلاقة ما بين المصارف الإسلامية والوقف، فالحقيقة المصارف الإسلامية قد تساهم في الوقف من زوايا متعددة، أو ربما تساهم من زوايا متعددة. الناحية الأولى أن هذه قيام المصارف الإسلامية نفسها بالوقف من جزء من أرباح المساهمين، ده يعتبر كأنها دخلت باعتبارها واقف. أيضا ممكن أن تقوم المصارف الإسلامية بدور الوساطة، وخاصة في الوقف النقدي ما بين الواقفين وما بين المؤسسات الوقفية، يعني قد تكون تجمع الأموال الوقفية من الواقفين باستخدام الوقف النقدي. أيضا يمكن أن تنشئ المصارف الإسلامية ما يسمى بالصناديق الوقفية، وكلنا هناك كلام كتير عن الصناديق الوقفية، سواء كانت هذه الصناديق ممولة من المصرف نفسه أو من أموال المودعين أو من أموال المودعين والغير. قد تساعد المؤسسات الوقفية المصرف المؤسسات الوقفية على تنمية واستثمار الأموال المتاحة لديهم باستخدام أن المصرف كجهة موثوق فيها يقوم بعملية الوساطة في عملية الاستثمار، زي ما هنضرب بعض الأمثلة دلوقتي حالا، ولكن مع مراعاة أن في الوقف في عندنا أن الأصل في الوقف الخيري العمومية، وبالتالي الوقف بيحدد لجهة معينة، فدي أحيانا بتصير عندنا بعض المشكلات المحاسبية، أن بتلاقي عندنا أكثر من وحدة محاسبية داخل الوقف الواحد، لأن كل وقف له مخصص لوجه معين من وجوه الصرف، وطالما كل وقف مخصص لوجه معين من وجوه الصرف فلا يجوز التعدي على شرط الواقف، باعتبار أن شرط الواقف كما يقول من الشروط الهامة أو كشرط الشارع كما يقال، فبالتالي أصبح بيكون أحياناً عبء مالي على إدارة الوقف، أن لابد أن يكون لدينا وحدة محاسبية مستقلة لكل وقف على حد. ولكن ربما في الوقف النقدي حالاً وفي الانتشار للوقف النقدي ربما يعالج هذه المشكلة، على أساس لو كان في عندي عمومية للوقف من جهة الواقفين فممكن أدرج أكثر من مال وقفي في وعاء واحد. ده اللي هو من جهة العلاقة الحالية. أما عن المستقبل لهذه العلاقات، فالحقيقة فيه مجالات متعددة لمستقبل العلاقة ما بين المصارف الإسلامية والمؤسسات الوقفية، يعني نقدر نوجز منها ثلاث نقاط مثلا رئيسية، وهي النقطة الأولى إن هي الوقف
مؤسسة المصارف الإسلامية أكثر انتشاراً وأكثر خبرة مصرفية وأكثر حرفة في الإدارة كما أشار فضيلة الدكتور، وبالتالي يجب أن على المصارف الإسلامية أن تدعم المؤسسات الوقفية من خلال تفعيل دور التكنولوجيا المالية في الوقف النقدي. يعني احنا عايزين ننشر، لأن دلوقتي وجهة النظر للأسف التي لا تزال سائدة لدى عامة المسلمين أن معنى كلمة وقف يعني أحتاج إلى مبلغ كبير، أوقف عقار، أوقف مزرعة، أوقف ما شابه ذلك، ولكن الوقف النقدي بيسمح لجميع أفراد المسلمين أن يساهم في هذا الوقف بأي مبلغ، ولو ب100 جنيه ولو ب200 جنيه، أي مبلغ يقدر يساهم، لأن في عندي في عندي مجال لسعة من الكلام ده في الوقف النقدي. البنوك الحقيقة في ظل الشمول المالي حالياً ممكن تطبق لنا نظم التمويل الجماعي ونظم البلوك تشين كنظم تكنولوجيا مالية حديثة، وهذه النظم تساعد في تنمية الوقف من جهتين. من الجهة الأولى أنها تساهم في جمع المزيد من الأموال الوقفية لسهولة تحصيل الأموال الوقفية. الجهة الثانية هي الثقة والشفافية، لأن كثير من الواقفين ربما يعني لا يرغب أو وإحنا عملنا دراسة ميدانية هنا في مصر عندنا عن الزكاة والصدقات والوقف، وجدنا أن كثير من الواقفين الحقيقة يعني كانت إجابتهم أن هو أنت ليه ما بتتجهش كتير للأعمال الوقفية والوقف النقدي، فقال أننا لا أجد في المؤسسات الوقفية قوائم مالية منشورة ولا شفافية زي ما ذكر فضيلة الدكتور ولا إفصاح، وأنا أعرف أين تستثمر أموالي وأين تتجه. فهذه النظام البلوك تشين بيكون نظام طبعاً تعرفين اللي هو نظام بيضمن هذه النقطة وبيضمن الشفافية والإفصاح الكامل. دي من جهة. من جهة ثانية يمكن للمصارف الإسلامية أن تساعد على تنمية الأوقاف القائمة والأوقاف التي تحتاج إلى صيانة. على سبيل المثال قد تتدخل المصارف كوسيط بين أحد الممولين والمؤسسة الوقفية لتمويل إعمار أحد الأوقاف الخربة، وهذا ويقوم تتم عملية التمويل وفقا لأي عقد من العقود الشرعية، سواء عقد استصناع أو عقد مشاركة أو عقد BOT أو أي عقد من هذه العقود. النقطة الأخيرة الحقيقة أن للوقف الآن دور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية، وزي ما أشرت في بداية المحاضرة، وخاصة في معالجة المشكلات الاقتصادية القائمة حاليا. فعلى سبيل المثال يمكن للمؤسسات الوقفية بدعم أيضا من المصارف الإسلامية، لأن لا تزال المؤسسات كما ذكر فضيلة الدكتور لا تزال لدينا نقص فيها في الإدارة الاحترافية أو الإدارة المالية، لأن الواقفين يعني إلا المؤسسات الوقفية الكبيرة. فإلى ذلك الحين قد يمكن للمؤسسات الوقفية أن تساهم بدور هام في حماية اجتماعية. فعلى سبيل المثال كنا عملنا دراسة كده مبسطة أن يمكن للمؤسسات الوقفية أن هي تساهم في دعم مشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات ريادة الأعمال من المشروعات الهامة التي تفتح مجالاً كبيراً للشباب المسلمين للعمل، ولكن الشاب يحتاج إلى تمويل، وحينما يتجه إلى المصرف فيصعب عليه الحصول على التمويل، لأننا نعلم أن البنك مؤسسة ربحية بالدرجة الأولى، ولكن لو توجه هذا الشخص أو هذا الشاب إلى مؤسسة وقفية، فالمؤسسة الوقفية هي مؤسسة ربحية، ولكن لا ننسى أنها مؤسسة اجتماعية بالدرجة الأولى. فقد يمكن للمؤسسات، بعض المؤسسات قد تقوم بهذا الدور أو بعضها حاولت تمارس هذا الدور فعلا، والتجربة إن شاء الله تنجح متابعينها، أنه على سبيل المثال يطبق عقد الاستصناع، اتفق مع إحدى المدارس على المؤسسة الوقفية على توريد بعض الأدوات زي المقاعد وما شابه ذلك بموجب عقد استصناع، وبالتالي بعد ما تم الاتفاق مع هذه المدرسة توجه إلى الاتفاق مع مجموعة من الشباب. يعني في هذه الحالة طبعا هيكون
المؤسسة هي المشتري والمؤسسة الوقفية هي الصانع أو البائع، ثم يعمل العقد أجرى عقد استصناع موازي المؤسسة الوقفية مع أحد العاملين أو مع أحد الشباب لفتح ورشة نجارة أو خلافه، وأصبح هو الرجل الشاب ده هو الصانع والمؤسسة الوقفية هي المشتري. يعني أصبحت كأنها قامت بدور الوسيط، بدور يشبه شبه دور البنك. ولكن ما الفرق؟ إن قد تقدم المؤسسة الوقفية، والبعض أجاز ذلك الفقهاء، إن يجوز القرض الحسن من مال الوقف، إن ممكن تقدم للشاب الأصول أو الأصول الرأسمالية بقرض حسن، وتقدم له رأس المال العامل بتمويل ربحي زي عقد الاستصناع أو زي عقد مشاركة منتهية بالتمليك وغيرها من العقود. الحقيقة طبعا هذه الأمور تحتاج إلى دعم من المصارف الإسلامية بما لديها من احترافية في هذا المجال. ده اللي هي بعض النقاط، وأنا الحقيقة طبعا يعني في حدود الوقت المتاح لا أريد أن أطغى على وقت الزملاء وأن نعطي فرصة للآخرين للمشاركة، ولكن سعدت جدا بالمشاركة في هذه الأمسية الطيبة وبهذا التعقيب البسيط على ما تفضل به فضيلة الدكتور محمد فخري، الذي أتوجه له بالشكر مرة أخرى على أنه طاف بنا في معظم الحقيقة يعني الجوانب المتعلقة بالوقف، سواء جوانب تنظيمية أو إدارية أو حوكمة أو كومبلينس أو غيرها من الجوانب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور عز الدين فكري، ونحن أسعد أيضا الله يخليك. بكلماتك التي جاءت متممة ومكملة ومغنية لكلمات الدكتور محمد فخري. وفضيلة الدكتور سيدي عز الدين فكري هو أستاذ المحاسبة متفرغ لكلية التجارة بجامعة القاهرة، وهو أستاذ ورئيس قسم المحاسبة الأسبق بنفس الكلية، وعميد كلية الإدارة الأسبق بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بالقاهرة، وأمين اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. جزاك بارك الله الله. فيكم فضيلة الدكتور سيدي عز الدين فكري. الله يخليك. وقبل أن أعطي الكلمة لأخي سيدي عبد الرزاق، فضيلة الدكتور سيدي عبد الرزاق الصبيحي، فقط التنبيه بالنسبة للإخوة الحضور الطلبة والدكاترة أن ينتبهوا إلى أسمائهم الواردة في الزوم، لأن من خلالها سوف تمنح شهادة الحضور، لأن لا بد من مراجعة الأسماء وتصحيحها حتى تظهر في حلة جديدة إن شاء الله تعالى عند إصدار شهادات الحضور. فضيلة الدكتور سيدي عبد الرزاق الصبيحي، أخي وحبيبي الصابع، هو المدة هذه ما التقينا سيدي عبد الرزاق هو خبير لأكثر من 20 سنة من العمل في الأوقاف، يعني منذ 1999 إلى 2020، منها 10 سنوات كاتبا عاما وعضوا وخبيرا بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، معين بظهير ملكي من 2010 ل 2020، أستاذ جامعي بخبرة لمدة 6 سنوات بالجامعة، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وباحث ما شاء الله في سلك الدكتوراه في الفقه والأصول، وحاصل على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو عضو اللجنة الفنية لإعداد معيار حوكمة الأوقاف بتعاون وشراكة بين الأيوفي بالبحرين والمعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا، وهو عضو لجنة إعداد مشروع مدونة الأوقاف، ومشارك في إعداد حوالي 70 من مشاريع نصوص قانونية تتعلق بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وعضو لجان صياغة في منتدى قضايا الوقف الفقهي الرابع والثامن، ومحكم في مجلة الحقوق المغربية وفي مجلة أوقاف الكويتية وفي مجلة الواضحة. له إصدارات منها الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، وهو طبع ضمن منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2008، وأيضا التجربة المغربية في الأوقاف صرفا وتقنينا واستثمارا الطبعة الثانية في سنة 2022.
إضافة إلى مجموعة من الأبحاث والمقالات في مجالات وطنية ودولية محكمة في مجال الأوقاف. إذن سيرة ذاتية غنية تبين مكانة فضيلة الدكتور سيد عبد الرزاق الصبيحي، فصلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، ونحن كلنا آذان صاغية. سيد عبد الرزاق إليكم الكلمة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم بمنه وكرمه إنه هو السميع العليم. بداية أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى المركز وإلى القائمين على المركز المغربي للاقتصاد التشاركي على هذه البادرة الطيبة، وعلى أن كانوا سبباً في اجتماعنا بهؤلاء الأساتذة والدكاترة الأفاضل الذين أمتعونا بما تفضلوا به. أجزيل الشكر أيضاً لأخي وصديقي العزيز سيدي عبد الوهاب حميدي، وهي فرصة لتجديد صلة الرحم بيني وبينه بعد سنوات من الغياب. أسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على محبته وأن يجمعنا في ظل عرشه. أشكر جزيل الشكر فضيلة الدكتور محمد فخري صويلح على ما أمتعنا به من مداخلة نافعة ماتعة، أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. وجزيل شكري وعظيم امتناني لفضيلة الدكتور عز الدين فكري الذي استفدنا منه أيضا ومتعنا بإضافاته النوعية المتميزة، فأسأل الله تعالى أن يجزل له الشكر وأن يوفقنا وإياكم لخدمة هذه الصدقة الجارية، وأن يكتب لنا أجرها وأجر العلم الذي ينتفع به. بطبيعة الحال في حدود الوقت المخصص لي سأحاول أن أرسم أو أستشرف المستقبل الذي يمكن أن نتصوره على العلاقة حول العلاقة بين المصرفية الإسلامية والأوقاف. لا شك أن رسم ملامح مستقبل ما ليس هو رجم بالغيب ولا ضرب من التنبؤ غير المنضبط، وإنما هو مبني على تشخيص للواقع واستشراف للمستقبل بناء على معطيات الواقع. وهذا المستقبل لا شك أنه هناك يعني توجهات في المستقبل، هذه في إطار هذه التوجهات نحاول أن نحدد المستقبل الذي نخشاه والذي لا نرغب فيه، ونحاول أيضا أن نحدد المستقبل الذي نريده والذي ينبغي أن نبنيه انطلاقاً من معطيات الواقع. وبطبيعة الحال المنهجية التي سلكها فضيلة الدكتور محمد فخري صويلح هي في هذا الاتجاه، بحيث بدأ بتشخيص الواقع واستشراف المستقبل، وإن كنت أرى أنه ركز على المستقبل الذي نريده جميعاً، ولكن لابد أيضاً من أن نحذر من المستقبل الذي لا نريده، والذي إذا ما استمر الواقع بمعطياته لا شك أنه لن يفرز لنا المستقبل الذي نريده. فلذلك أقول بأن هذه العلاقة العنصر الأساس فيها والذي يمكن أن يبنى عليه هو العنصر البشري، سواء في المؤسسة الوقفية أو في المؤسسة المصرفية. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتظر مستقبلاً تكون في هذه العلاقة بين المصرفية الإسلامية والأوقاف يعني وفق ما نريده، إذا كان العنصر البشري الذي يشتغل والذي يوجه والذي يؤطر والذي يشرف سواء على المؤسسة الوقفية أو على المصارف الإسلامية لا يعي الدور المنوط به، لا يعي ما هو منتظر منه، وفي مقدمة ذلك أن يعي أهم سمات النظام الاقتصادي الإسلامي البديل الذي يريد أن يوجهه للآخرين، يريد أن يشيعه بين الآخرين. لا يمكن لشخص غير مقتنع بهذا النظام الاقتصادي الإسلامي البديل أن ننتظر منه أن يبني
لنا هذا الاقتصاد فأحرى أن يبني العلاقة بين مكونات هذا الاقتصاد، ولا يمكن حتى للمقتنع بأهمية هذا الاقتصاد أن يقوم بشيء إذا لم يكن على وعي بحقيقة هذا النظام وأهم سماته. وأقصد بذلك ثلاث سمات أساسية: أن نظام الاقتصاد الإسلامي هو نظام منضبط غير متفلت، إذ ما جدوى أن نقدم مؤسسات بديلة بمضمون لا يختلف إلا من حيث الصورة والشكل عن المؤسسات السائدة في الاقتصاد الليبرالي المهيمن على المستوى العالمي. لا قيمة لأي بديل لا يكون منطلقا من حقيقة هذا البديل، وأن يكون منضبطا بضوابط هذا البديل. وأقصد بذلك أنه لا يمكن أن نعتبر هذه المؤسسات وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. السمة الثانية للاقتصاد الإسلامي وهو نظام عادل، بمعنى أنه أن يأخذ كل ذي حق حقه، وأن يكون فيه التنافس شريفا غير قائم على الصراع ولا على الاحتيال ولا على الخداع. قال الله تعالى: وما أريد، حكاية على العلاقة التي علاقة الشغل التي كانت بين موسى عليه السلام و يعني شعيب: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا الطرف الأول. قال الطرف الثاني: قال ذلك بيني وبينك، أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. استحضار رقابة الله عز وجل بأن لا تكون إذا وجدت مؤسسة من هذه المؤسسات فرصة لأكل ولخداع وللاحتيال ولهضم حقوق الغير، سواء كان مودعا أو مضاربا أو غير ذلك، أن تلجأ إليه، لأنها تستحضر رقابة الله عز وجل قبل أن تستحضر رقابة المتعاملين معها. السمة الثالثة وهو أن النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام تكافلي، نظام تضامني، بمعنى أن التنمية الاقتصادية تسير جنبا إلى جنب في خط متوازي متكامل بين مع التنمية الاجتماعية، ولا يمكن بدافع الربح أن ندوس على التنمية الاجتماعية. لا يمكن للمصارف الإسلامية أن تقول: أنا قصدي أنا مؤسسة ربحية. إذن فما البديل الذي جاءت به هذه المصارف الإسلامية إذا كان قصدها الوحيد هو تحقيق الربح؟ وهذا للأسف نلاحظه بكثرة في عدد من المصارف الإسلامية، أنها تنسى استحضار هذا البعد التضامني والتكافلي، وبالتالي قد تسوق لصورة مشوهة لهذا البديل الذي نقصده وندعو إليه. ثم إن هذا النظام الاقتصادي الإسلامي البديل هو يقوم كأي نظام على مجموعة من المقومات، منها التشريعات ومنها المؤسسات ومنها المنتجات أي السلع والخدمات، ومنها التمويل والائتمان وطرق تداول الثروة. لكن إذا أخذنا فقط وارتباطا بموضوعنا للمؤسسات، فمؤسسات هذا النظام كما أوضحها فضيلة الدكتور صويلح وهي أربعة بالأساس، بالإضافة بطبيعة الحال إلى المؤسسات المساندة أو مؤسسات الدعم. وهذه المؤسسات هي مؤسسة الزكاة، مؤسسة الأوقاف، مؤسسة المصرف الإسلامي، ومؤسسة التأمين التكافلي. إذن حتى يكون هذا النظام الاقتصادي الإسلامي البديل نظاما معاصرا وفعالا وذا جدوى، يتعين أن تكون العلاقة بين مؤسساته كلها، وليس فقط بين المصارف الإسلامية والأوقاف، وإنما بين هذه المكونات أو المؤسسات الأربعة. ينبغي أن تكون هذه العلاقة مبنية على أمرين: أن تكون علاقة ترابط، بمعنى أن لا تكون علاقة انفصال، كل مؤسسة تعمل في مجالها بانفصال تام وعدم التفات إلى المؤسسة الأخرى، لأن هناك وحدة الهدف وهو إيجاد البديل، ولأن هناك وحدة المصير، لأن الفشل هو فشل للجميع والربح هو ربح للجميع. ثم إن هذه العلاقة ينبغي أن تكون علاقة تكامل وتعاون، بمعنى أن لا تكون علاقة تنافر وتضاد، لأن الممارسة لا تزال وإن كانت قد خطت خطوات في بعض البلدان، لكن على العموم
هي لا زالت في بدايتها ولا زالت ممارسة بسيطة تحتاج إلى مزيد من الترشيد وإلى مزيد من التوجيه. والمنافسة مع المشاريع المضادة هي منافسة شريفة شرسة عفوا منافسة شرسة، وبالتالي أي تنافر وأي تضاد من قبل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي لا شك أنها ستكون لصالح هذه المؤسسات المضادة وفي غير صالح مؤسسات الاقتصاد الإسلامي. ثم بالتالي إذا أخذنا بعين الاعتبار لمعطيين أساسيين، المعطى الأول هو أن الاستثمار يعتبر كما جاء في كلمة الدكتور سويلح وكما أكده فضيلة الدكتور عز الدين فكري، أن الاستثمار يعتبر سواء بالنسبة للأوقاف أو بالنسبة للمصارف الإسلامية مسألة حتمية يتوقف عليها استمرارية بنجاح، لأن الاستثمار بالنسبة للأوقاف هو الوسيلة الوحيدة لتعظيم العائد الذي به تحقق المؤسسة الوقفية غاياتها وأهدافها والأدوار المنوطة بها، ولأن الاستثمار بالنسبة للمصرف الإسلامي هو سبب الاستمرار وعنوان الوجود. إذن المعطى الأول هو أن الاستثمار هو بالنسبة للأوقاف وللمصارف الإسلامية هو ضرورة ومسألة حتمية. المعطى الثاني هو أن دور المصرف الإسلامي في الاستثمار يتلخص في ثلاث حالات. الحالة الأولى هي أن يكون المصرف مديراً كمستثمر مباشر، بمعنى أن يدير المصرف استثماراته المباشرة. الحالة الثانية وهي أن يكون مشاركاً في مشروعات ذات جدوى، والحالة الثالثة وهي أن يكون وسيطاً بين أصحاب المال المذيعين والمستثمرين أي المضاربين الآخرين. إذا أخذنا هذين المعطيين فماذا يمكن أن تقدم المصارف الإسلامية للمؤسسة الوقفية وماذا يمكنها أن تؤدي أو تقدم في مجال الأوقاف عموماً، ثم ماذا يمكن أن تقدم المؤسسة الوقفية للمصارف الإسلامية كمؤسسة وفي مجال الصيرفة الإسلامية عموما. نبدأ بما يمكن أن تقدمه المصارف الإسلامية للأوقاف. في نظري أن هذه المصارف يمكنها أن تقوم فيما يتعلق بإدارة استثماراتها المباشرة، أن تقوم بنقل الخبرة من خلال تدريب وإعادة تأهيل الأطر البشرية لضمان ذات إدارة وقفية ذات كفاءة متطورة ومتجددة، أخذاً بعين الاعتبار أن بطبيعة الحال أن المصارف الإسلامية هي متقدمة كما جاء في كلام الدكتور سويلح، هي متقدمة فيما يتعلق بالحوكمة وفيما يتعلق بالإدارة الاحترافية. إذن لابد من المهام المنوطة بالمصارف الإسلامية تجاه المؤسسة الوقفية هي أن تنقل خبرتها إلى الكوادر البشرية، لا يمكن أن تحل محل الأوقاف أو محل المؤسسة الوقفية بشكل تام، فتنقل هذه الخبرة إلى الأوقاف من أجل تطويرها وتطوير أدائها. فيما يتعلق بالاستثمار بالشراكة وهي الحالة الثانية، فيمكن للمصارف الإسلامية أن تشترك مع الأوقاف في مشاريع استثمارية بشروط تفضيلية وكذا تمويل مشاريع وقفية بإحدى الصيغ الشرعية للمشاركة. أما فيما يتعلق بالدور الثالث أو الحالة الثالثة وهي الوساطة في الاستثمار، فيمكن للمصارف الإسلامية أن تقوم بتسويق المنتجات الوقفية وأن تتوسط بين الأوقاف أي بين المؤسسة الوقفية والمستثمرين بشروط تفضيلية لصالح الأوقاف. ثم إن المصارف الإسلامية يمكنها أن توفر إدارة احترافية للاستثمارات الوقفية أي داخل الإدارة الوقفية على أساس إما عقد الإجارة إجارة الصنعة أو على أساس عقد الجعالة وذلك بأجرة تفضيلية. الآن ما يمكن أن تقوم به المصارف الإسلامية في مجال الوقف بغض النظر عن المؤسسة الوقفية والإدارات الوقفية، فيمكن للمصارف الإسلامية أن تؤسس أوقاف للقرض الحسن. وهنا لابد أن ننبه إلى أن الصورة الذهنية للناس عندما يسمعون بالمصرف الإسلامي أول ما يتبادر إلى ذهنهم أن هذه المصارف ستحل لهم مشكلة التمويل عن طريق القرض الحسن أي بدون فوائد بدون ربا، فبالتالي عندما يتفاجأون بأن هذا المنتج
غير موجود أو موجود بشكل ضعيف جدا في أغلب المصارف الإسلامية. فلا شك أن الصورة الذهنية لهؤلاء المتعامل مع هذه المصارف الإسلامية تنقلب رأسا على عقب وتصبح نقمة على هذه المصارف. فيمكن إذن للمصارف الإسلامية أن تؤسس أوقاف للقرض الحسن، إما باستدرار الأوقاف من المحسنين لهذا المصرف، أو بتأسيس أوقاف لعموم الخيرات من أجل التخلص من الأموال المحرمة والمشبوهة. طبيعة الحال كلكم يعلم أن المصارف الإسلامية هي في إطار نظام عالمي يقوم على الربا، فمهما تفادت يعني المعاملات المشبوهة والباطلة لا بد أن تقع في أو تكون ملزمة يعني مجبرة على الدخول أو على الأقل جني بعض العوائد من المعاملات المشبوهة والباطلة. وهذه العوائد بطبيعة الحال حكمها أن يتم التخلص منها، ومن صور التخلص منها أن تؤسس بها أوقافا لعموم الخيرات. النقطة الثالثة، وسأحاول أن أختصر جدا، ما يمكن أن تقدمه الأوقاف للمصارف الإسلامية بعد أن رأينا ما يمكن أن تقدمه المصارف الإسلامية للأوقاف. فأول ما يمكن أن تقدمه الأوقاف للمصارف أو المؤسسة الوقفية للمصارف الإسلامية هو توفير السيولة. اليوم المصارف الإسلامية من أكبر المشاكل التي تعاني منها هي عدم وجود أو ضعف السيولة لديها، وبالتالي الأوقاف لديها سيولة، وبدل أن تودعها إما تحت عنوان ودائع تحت الطلب أو ودائع استثمارية سواء مطلقة أو مخصصة، فالأولى أن توجهها إلى المصارف الإسلامية لتوجد لديها السيولة المطلوبة. ثم إن الأوقاف لديها وعاء عقاري كبير جداً وغير مستعمل وغير مطور كما تفضل الدكتور سويلح، وبالتالي يمكن أن توفر هذا يعني يوفر هذا الوعاء العقاري فرصة للمصارف الإسلامية لإنجاز مشاريع استثمارية تقوم على شراكة بإحدى الصيغ الشرعية للمشاركة التي تراعي طبيعة الوقف، بمعنى طبيعة الوقف أي عدم تفويت الأصل الوقفي. فيمكن أن بي عن طريق البيوتي أو غيره من الصيغ التي بطبيعة الحال يعني تحفظ حقوق الوقف وتراعي خصوصياته، وفي نفس الوقت تحقق للجانبين المؤسسة الوقفية والمصارف الإسلامية عائدات مهمة واستثمار مهم. كذلك يمكن للأوقاف أن تقدم المساعدة للمصارف الإسلامية في إنشاء إدارة وقفية تابعة للمصرف في إطار الأوقاف التي قلنا بأنه يمكن أن تنشئها المصارف الإسلامية من أجل إدارة أوقافه ولا سيما الأوقاف النقدية. أخيراً ما يمكن أن تقوم به الأوقاف في مجال الصيرفة عموماً. بطبيعة الحال هناك أمران في غاية الأهمية، إن استطاعت أن تقوم بها الأوقاف فهذا بطبيعة الحال يغني رصيدها ويغني تجربتها. النقطة الأولى وهي تأسيس مصارف إسلامية في البلدان التي تسمح بذلك، والنقطة الثانية وهي المشاركة في تأسيس مصارف إسلامية على أساس المشاركة وعلى أساس يعني الدخول في يعني في الشركات في كشريك في إطار الشركات التي تأخذ يعني عنوان المصرف الإسلامي. أظن بأنه إذا استطعنا أن نوجد هذه الصيغ للتعاون وللعلاقة ما بين المصرف الإسلامي والمؤسسة الوقفية، فلا شك أن المستقبل الذي سينتج عن توفير هذه المعطيات سيكون هو المستقبل الذي نأمله جميعا والذي ننتظره جميعا ونعمل من أجله جميعا. أما إذا حادت عن هذه السمات هذه العلاقة وظلت يعني حبيسة ما نلاحظه اليوم من التنافر والتضاد والانفصال والعمل باستقلال وعدم مراعاة الضوابط والخصوصيات التي يفرضها النظام الاقتصادي الإسلامي البديل، فلا شك أن المستقبل لن يكون كما نريد. وكلنا أمل إن شاء الله بجهود الخيرين وبإخلاص المخلصين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يتقبل منا ومنكم، ورمضان مبارك سعيد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور سيدي عبد الرزاق الصبيحي، هذه الكلمة
الماتعة والتي كلها يعني غنية بمجموعة من المعلومات التي تحتاج إلى كما قال سيدي عز الدين الدكتور عز الدين في يعني تحتاج إلى محاضرات ومحاضرة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا منكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، وأعطي كلمة إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى فضيلة الدكتور سيدي عمر الكتاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت يسمع؟ عاد الصوت. هل لي الكلمة؟ لست أدري هل سمعت كلمة بداية الترحيب بفضيلة؟ لا لا. سمعت بدايتها فقط. ما عليك. شيخنا وأستاذنا وفقهنا سيدي عمر الكتاني، قبل أن أعطيه الكلمة لا بد من الإشارة إلى أن قيدوم الاقتصاد الإسلامي الدكتور عمر الكتاني وهو رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي حصل على دكتوراه الدولة في الاقتصاد من جامعة السوربون في سنة 1982 ودبلوم الدراسات العليا في إدارة المقاولات من جامعة باريس في 1990، وأستاذ التعليم العالي في كلية الحقوق أجدال بجامعة محمد الخامس بالرباط وخبير لدى البنك الإسلامي للتنمية. يعني كبير من أن تختصر في هذه الجبر، ولكن يبقى أنه وقيدهم الاقتصاديين الإسلاميين بالمغرب. كلمة مشكورا، تفضل فضيلة الدكتور. شكرا جزيلا وشكرا على هذه الكلمات الطيبة، والسلام على إخواننا في المشرق، ومرحبا بهذا اللقاء الجميل العلمي، وهي صلة رحم علمية مع إخواننا في المشرق. الحقيقة من خصوصية الاقتصاد الإسلامي، أو لعله خصوصية الاقتصاد الإسلامي، أنه اقتصاد اجتماعي تضامني، وهذا التضامن نجده في نظام الملكية، الناس شركاء في تلات الماء والكلاء والنار، وفي نظام الإنتاج من خلال تحريم الربا لكي لا يتمانع الناس بينهم، ومن خلال نظام التوزيع اللي هو نظام مبني على 5 أو 6 مصادر تمويل إسلامية اجتماعية: الزكاة، الوقف، صندوق الحج، الإرث، الوصية، الصدقات، النذور، الكفارات، على كل حال مجموعة من مصادر. هذه الخصوصية التي يمتاز بها النظام الاقتصادي الإسلامي، وهو أنه بامتياز نظام اجتماعي، لا يظهر بتاتا في أغلب الأحيان في الممارسات فيما يتعلق بتسيير المالية الإسلامية. ولعل الاقتصاد الإسلامي، حتى البنوك الإسلامية التلات الأولى التي أسست، كان هدفها ليس ربحي بالمباشر، ولكن كانت بنوك للتمويل المالي الإسلامي المصغر، من خلال صندوق الحج في ماليزيا، من خلال بنك التمويل الفلاحي في مصر، من خلال بنك التمويل الفلاحي في باكستان. 3 ديال التجارب الأولى كلها كانت
ذات طابع تمويلي اجتماعي، ولكن حرفت هذه الأهداف. الآن موضوعنا هو الأوقاف. الأوقاف أداة مهمة، بل أغنى أداة، أغنى مصدر للتمويل الاجتماعي، يجب أن نقول هذا. فعندما أحصت الخلافة العثمانية الأراضي الوقفية في العالم الإسلامي تحت سيطرتها، ثلث الأراضي الفلاحية في العالم الإسلامي كانت وقف. والآن ماذا وقع لهذه الأراضي؟ جزء من هذه الأراضي دخل للمناطق الحضرية، فأصبحت قيمتها مئات أضعاف القيمة الأصلية، ومع ذلك القطاع الاجتماعي لا يستفيد بشكل أساسي لا بالأوقاف ولا بالبنوك الإسلامية بين قوسين أغلبها، ولا بالتأمين التكافلي الذي أصبح جزءه تجاري. وبالتالي وقع تحريف هذه المؤسسات لكي تصبح مؤسسات تجارية ذات صبغة أو لون اجتماعي. فنحن نعيش واقع أن النظرية الاقتصادية الغربية لم تعطي حلاً للاقتصاد الاجتماعي، فلم تطور إلا الاقتصاد الاقتصادوي. وحتى الآن في أوروبا وفي أمريكا عندهم مشاكل اجتماعية كبيرة جداً، وعندهم فئات مهمشة، والنظرية الاقتصادية الليبرالية لم تعالج المشكل الاجتماعي. ونحن عندنا القيم الإسلامية التي أتت بالمعايير الأساسية للاقتصاد الاجتماعي، ولكن لازلنا ننظر إليه بشكل مجزأ حتى وإن كانت نياتنا صادقة. ولهذا أنا أقول أن المنهج الذي نتعامل معه مع المؤسسات المالية الإسلامية حتى وإن كانت نياتنا صالحة فهو منهج خاطئ. لماذا؟ لأننا لا ننظر إلى القطاع الاجتماعي كقطاع مفروض أن يكون مستقلاً عن القطاع الاقتصادي، مفروض أن يكون له هندسة خاصة به، لأنه تسير المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي ليس نفس المنهج الذي نسير به المؤسسات الاقتصادية التي تبحث عن المردودية الربحية، لأنه نحن لنا رصيد من الأزمات يجعل في كل بلد من بلداننا المسلمة ملايين ديال الشباب عاطل. كيف يمكن تشغيله؟ هل يمكن تشغيله بالاستثمار الاقتصادي بالمشاريع الكبرى؟ لا يمكن تشغيله أساساً بالتمويل الاستثماري الاجتماعي. وهنا هذا ميدان لا يسع هذه الندوة أن نفصل فيها، لأنه هذا ميدان يجب التفكير فيه بشكل مالي. وأحد أدوات التمويل الاجتماعي تمويل التعاونيات. في المغرب هناك تعاونيات تشغل 15,000 ديال الناس. هل تمويل تعاونيات اقتصادي؟ لا، أساسا هو اجتماعي. الاقتصاد فقط هو نتيجة وليس سبب، وليس يعني السبب الأساسي، هو نتيجة. التمويل المصغر الإسلامي هل تمعنا فيه؟ وهل نستوعب أن القطاع غير المهيكل في دولنا وهو يستوعب ملايين من الناس؟ هل
فكرنا في العلاقة بين التمويل المصغر من خلال المؤسسات التمويلية الإسلامية وربطها بالتمويل المصغر. على كل حال موضوعنا اليوم يعني موجه إلى الأوقاف التمويل الوقفي، وهنا أذكر في هذا العرض نقطتين أساسيتين للاستشراف في قطاع الأوقاف، ولن أدخل في التفاصيل والجزئيات في التطبيقات والتسيير، ولكن فقط في التوجهات. النقطة الأولى هو ربط قطاع الأوقاف بشبكة للتمويل الاجتماعي، وأنا عندما درست مثلاً نموذج الاقتصاد المغربي وجدت أن هناك 21 مصدر للتمويل الاجتماعي، ثلثي هذه المصادر إسلامية وثلث مباشرة ليس إسلامي ولكنه اجتماعي. معنى هذا أنه هنا يمكن تشبيك المؤسسات الاجتماعية لضخ تلك الأموال في صندوق اجتماعي يسير بطريقة أو بهندسة اجتماعية لتوفير حجم كبير من الاستثمار في القطاع الاجتماعي، وبالتالي كيف يمكن تحويل الأوقاف إلى مشروع استثماري اجتماعي؟ هذا هو السؤال الكبير. هل الأوقاف يجب أن ننظر إليها كمؤسسة عندها استقلاليتها وبالتالي بمعزل عن القطاع الاجتماعي، أم يجب أن ندمجها في المنظور ديال الاستثمار الاجتماعي لأنه مستقبلاً الدول العربية والإسلامية ستعاني كثيراً من المشاكل الاجتماعية، ونحن نعيش هذه المشاكل الآن، ولكن المستقبل قاتم بالنسبة. علاش؟ لأنه دولنا وحكوماتنا ماذا تتصور؟ تتصور أن يكفي الرفع من مستوى الاستثمار الاقتصادي باستيعاب ملايين من العاطلين الشباب. هذه النظرة رأسمالية خاطئة، وهذه النظرة استوحيناها من نموذج التنموي في الدول الغربية مع وجود الفارق أنها تصنعت قبل أن تصبح مجتمعات استهلاكية، ونحن بنينا مجتمع استهلاكي قبل أن نتصنع، وبالتالي مصيبتنا أكبر. إذن تشبيك المؤسسات الاجتماعية يجب التفكير فيها والتخطيط لها، لأنه الإمكانيات الوقفية أكبر، كاين إمكانيات كبيرة وقفية بالأموال، ولكن كما طرحتم إخواني أن هناك مشكلة ديال السيولة، وأن الأملاك الوقفية أكثرها أملاك قارة وليس سيولة مالية، ومع ذلك هناك إمكانية لتحويل جزء من تلك الأملاك القارة مثل الأراضي الفلاحية التي دخلت في القطاع في المدن وأصبحت قيمتها بملايين الدولارات، فهذه الأموال، هذه الأراضي التي هي في الأصل وقفية ودخلت إلى محيط المدن، عندما ستباع في السوق ستدر أموال سيولة نقدية يمكن ضخها في هذا الصندوق الاجتماعي. من سيسير هذا الصندوق الاجتماعي؟ هذه مسؤولية كبيرة. هل ستعطى للمؤسسة الوقفية؟ المؤسسة الوقفية
كانت إدارة أو وزارة لا صلاحية لها في التسيير، وإن أدخلت خبراء، لأنه العقلية ديال الاستثمار الاجتماعي بمنظور بالمردودية الاقتصادية، هذه العقلية لا يتوفر عليها أغلب الأطر التي هي موجودة في المؤسسات الوقفية. باقي العقلية الخيرية تطغى عليها، باقي الاعتبار أن المردودية الاجتماعية لا تبنى على معايير محددة مسبقا، فما بالك بالمردودية الاقتصادية المرتبطة بالمردودية الاجتماعية. هذه كلها يعني يجب التنظير لها قبل أن يمكن أن نحكم على مستقبل القطاع الوقفي. النقطة الثانية وهي أساسية والغريب في الأمر، أن حضرت تقريبا يمكن 100 ندوة دولية في مختلف مشاكل التنمية، وقليلا ما تكون هناك ندوات متخصصة في تجميع التجارب الناجحة في العالم الإسلامي أو العالم العربي فيما يتعلق بالمالية الإسلامية. علاش؟ لأننا نحن عندنا نوع من الشوفينية ومن الغيرة على أنفسنا، ولا نريد أن نستغل التجارب الناجحة لإخواننا، وهذه العقلية المغلقة تهيمن على تدخلاتنا كمحاضرين مفكرين، يعني نبحث عن الخروج من الأزمة. ونعطيكم مثال، مثلا هناك أساليب حديثة للاستثمار الوقفي، غادي نذكر لكم 5 ديال الأساليب، منها 4 حية وقعت تجربتها ونجاحها. ولعل الإخوة، وأنا حضرت متأخرا، تكلموا عن بعض هذه الأساليب. أولا الصكوك الوقفية، إصدار الصكوك الوقفية. الصكوك في حد ذاتها اجتهاد لا مثيل له بالنسبة للمالية الإسلامية، وأكثر من ذلك أن هذه الصكوك عندما تتكلم عنها الأويفي اللي هي مؤسسة تجمع 150 من خبراء المالية الإسلامية في العالم الإسلامي، ذكرت قيود وشروط لهذه الصكوك التي تجعل منها نموذج مثالي لتحقيق التنمية من خلال السيولة المحصل عليها من خلال الصكوك. فما بالك إذا كانت هذه الصكوك وقفية، بمعنى أنها الهدف ديالها هو التنمية في القطاع الاجتماعي، كيف يمكن بلورة ونشر هذه الصكوك الوقفية التي هي جربت في بعض الدول وتجارب بقيت متواضعة، ولكن في فكرتها أن هناك طاقة للتطوع في العالم الإسلامي لتمويل المشاريع الاجتماعية عن طريق الصكوك الوقفية. وبطبيعة الحال بما أنها وقفية فهي تلقائيا اجتماعية. هنا عندما أجد القواعد التي تسنها الأويفي للصكوك الاستثمارية أجدها في غاية الدقة، ولكن التطبيق ديالها مع الأسف في انحراف. فمتى تقول اليوفي تقول إن الصكوك لا يمكن إصدارها إلا إذا كانت استثمارية، أولا في مشروع استثماري، ثانيا تقول أن الصكوك لا يمكن إصدارها إلا إذا كان المشروع تحقق منه تقريبا 30% و70% الباقية يمكن تمويلها بالصكوك.
بمعنى أنه لا يمكن التراجع في المشروع، أنه دخل حيز التنفيذ. وتقول أن المحفظة المالية التي فيها صكوك لا يمكن أن تتجاوز قيمة الصكوك تقريبا 50% من المحفظة المالية، بمعنى أن أي مؤسسة لا يمكن أن فقط أن تعتمد على القروض للتمويل، يجب أن يكون هناك ضمانات وملكية لتغطية هذه الصكوك. فإذا كانت هذه الصكوك اجتماعية، معنى هذا أنه هذه الشروط مبدئيا هي يعني مضمونة، لأنها ذات طابع اجتماعي استثماري، وبالتالي الربحية بالشكل ديالها التقليدي لا يمكن اعتبارها، فهي أداة من الأدوات. كذلك هناك التأمينات الوقفية، التأمين التكافلي الوقفي. لماذا هذه التجربة لا توجد إلا في ثلاث دول إسلامية، وهي الباكستان وجنوب إفريقيا والسعودية؟ لماذا حولنا التأمين التكافلي إلى مشروع تجاري، مع العلم أن التأمين التكافلي صنف في خانة القطاع الاجتماعي وليس في خانة القطاع التجاري الاقتصادي، ومع ذلك الأغلب مؤسسات التأمين التكافلي الوقفي ذات طابع تجاري، بمعنى أنه القطاع الخاص يؤسسها لتحقيق أرباح، ولكن في آن واحد هي تعاونيات مالية بين المؤمنين، فهم مؤمنين ومؤمنين، ولكن كاين رأس مال خاص. فهنا الأوقاف يمكن أن تمول التأمين الوقفي، ولماذا فعلت ذلك في جنوب إفريقيا؟ لماذا الأوقاف مولت التأمين الوقفي في جنوب إفريقيا وأخذت عنها الباكستان، مع العلم أن التنظير في هذا الجانب في هذا التخصص كان من طرف عالم باكستاني؟ ثم انتقلت التجربة من الحية إلى جنوب إفريقيا، ثم أخذت عنها الباكستان، ثم أخذت عندها السعودية. لماذا كل الدول الإسلامية لا تهتم بهذا الجانب، مع العلم أننا نحتاج إلى تأمين المقاولات الصغرى والمصغرة؟ لماذا هذه المقاولات؟ لأنها تشغل كثير من الناس، ولأن تأمينها لن يكلف شيئا كثيرا، لأنها تؤمن منتجين صغار، وبالتالي تستطيع تحقيق نوع من التشغيل عن طريق هذه التأمينات التكافلية. كذلك خلق صناديق استثمار وقفية، يمكن الإخوة تفضلوا بالكلام عنها، ولكن صناديق استثمار وقفية معناها متخصصة في قطاعات معينة، متخصصة إما في الاستثمار فيما يتعلق بالخدمات الصحية، فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، فيما يتعلق بدعم السكن الاقتصادي إلى آخره. صناديق استثمار وقفية هذا ممكن، ولكن ما هو دور الدولة في هذه الصناديق؟ يمكن تكون الدولة مفعل أساسي في الأول، ولكن لا على أساس أنها تكون الممول الأساسي. الممول الأساسي هو المجتمع المدني، فكل ما يتعلق بالأوقاف الممول الأساسي هو المجتمع المدني، ولكن دولنا تخاف كثيراً من المجتمع المدني، لا تريده أن يقوم بدور كبير من ناحية القطاع الاجتماعي، لنقولها صراحة. وبالتالي يجب أخذ الصلاحية للاستثمار الاجتماعي من طرف المجتمع المدني، لأنه هو المتضرر الأساسي.
ولأن الاستثمارات العمومية استثمارات مع الأسف رأسمالية ريعية لا تشغيلية كثيرا، ولهذا الاستثمار العمومي لا نقول أننا لا يجب أن يقوم، ولكن نقول أن القطاع الاجتماعي يجب المحاولة إخراجه من السلطة المركزية. يجب أن المجتمع الجمعيات، عندنا في المغرب 200,000 تقريبا جمعية، أما الجمعيات التي لها صلاحية لجمع المال فلا تتجاوز 300. لماذا؟ لأنه وقع تغييب المجتمع المدني في دعم المالي للمؤسسات الاجتماعية. كذلك تكلموا الإخوان أعتقد وأنا سمعتهم عن الوساطة المالية للبنوك الإسلامية. أنا أذهب أكثر منها، الوساطة المالية تجارب جيدة في ماليزيا، أن البنوك الماليزية أولا أسست 6 ديال البنوك أسست صندوق وقفي لها، وهذا نموذج يجب أن نأخذ به. عندنا بنوك إسلامية، لماذا لا تؤسس صندوق وقفي بينها؟ لماذا؟ لأنه تجربة جات من ماليزيا، ما جاتش من عندهم. هذا البنوك يجب أن، ولكن ما عندهمش هذه الفكرة. يجب أن الإعلام ديال الناس المتخصصين في هذا الجانب أن يقع تحسيسها بدورها الاجتماعي، بالمسؤولية الاجتماعية، بالوظيفة الاجتماعية. هذا التحسيس خصو واحد المجهود. وأخيرا وأنهي كلامي، لماذا لا نؤسس بنك وقفي عوض أن نحاول تغيير سمة البنوك الإسلامية التقليدية التي هي تجارية؟ فإما أحد الحلين، إما أن نؤسس بنوك استثمارية إسلامية، وأن لا نضيع الوقت في إقناع بنوك عندها أهداف ربحية تحت غطاء إسلامي بأن تصبح بنوك اجتماعية مسؤولية إلى آخره. هذا عمل بعيد، خصوصا أنها تشتغل بأطر أخذتها من البنوك التقليدية. فإما أن نؤسس بنوك استثمارية إسلامية، وآنذاك يوكل لها صندوق، تسير صندوق الزكاة، تسير صندوق الأوقاف. لماذا؟ لأنها هي أساسا عندها تخصص استثماري، فلا يمكن أن ننتظر من البنوك التقليدية الإسلامية أن تصبح بين عشية وضحاها ذات بعد استثماري اجتماعي. هذا حدود. إذن هذا ما أردت الكلام عنه. فمستقبلا إن لم نختار هذا الطريق فإننا نسير نحو انفجارات اجتماعية، بل بدأت هذه الانفجارات الاجتماعية تظهر. فما بالك عندما نرى أن هذه الانفجارات الاجتماعية تقع كذلك في الدول الغربية؟ لماذا؟ ليس لأنها فقيرة، لأنها لم تهتم بالاستثمار الاجتماعي بالشكل الأساسي. فنحن أولى بذلك، لأن معاييرنا الإسلامية أساساً نظرت للمنظومة الاقتصادية الاجتماعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بهذه النظرة استشرافية من فضيلة الدكتور سيدي عمر الثاني، إن شاء الله تعالى نكون قد نهينا يعني المداخلات المقررة في هذا اللقاء، ونعتذر كثيرا كثيرا لفضيلة سيد الدكتور صويلح وفكري، فالوقت عنده متأخر جدا
احنا الله يؤدين صلاة العشاء سيدي صويلح وقدرة تقصر فكرة. احنا الله الآن يؤدين صلاة العشاء وأخبرنا أن سنصوم إن شاء الله تعالى معكم وسنصوم إن شاء الله تعالى جميعا نحن أيضا غدا رمضان. إذن أبارك وحفظكم الله، أبارك لجميع الدكاترة لهذه الكوكبة العلمية هذه المناسبة، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يرزقكم من واسع كرمه وأن ينفع بكم ويبارك في علمكم ورزقكم. وإلى لقاء يعني كان بودنا أن الأسئلة كل وقت متأخر جدا ثم صلاة العشاء الآن. والشكر موصول لفضيلة الدكتور سيدي محمد فخري صويلح وفضيلة الدكتور عز الدين فكري وفضيلة الدكتور عبد الرزاق الصبيحي وفضيلة الدكتور وشيخنا سيدي عمر الكتاني حفظكم الله، بارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قبل الله طاعتكم جميعا وكل عام وانتم بخير. سعدنا بكم جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم، كرمكم الله جميعا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. حفظك الله سيدي عبد الرزاق. الله يحفظكم يا سيدي عبد الوهاب، الله يكرمك.